يوم 9 نوفمبر انا يعني نزلت بوست اتكلمت فيه ان مركز تدريبي لما قيمنا في رضا العملاء كانت نسبته 90%. يا جماعه ناس راحت اتدربت في مركز فباخر الدوره اتبعتت لهم استماره، يا جماعه المركز كان روعه روعه، يا سلام مهندس محمد عصمت كان ممتاز. طب جميل يا باشا، رجعوا لمكانهم اول ما دخلوا وفاجئوا ان نسبه ارتفاع مهاراتهم ما تعدتش ال 5%. فكان الكلام هل ايه المؤشرات اللي ممكن يفعلوها، ايه الغلطه اللي كانت موجوده، اتقال كلام جميل قوي قوي هقوله لكم بسرعه واقول لكم اكتر الاراء كانت ايه. يعني الناس قالت كان المفروض يتعمل اختبار في اول المحاضره او اول الدوره واختبار في الاخر ويكون في جزء عملي. جميل، ممكن الناس تكون حاضره كما في بعض الدورات، الناس بتحضر ومبسوطه، وممكن تكون مبسوطه من المركز التدريبي علشان المركز التدريبي بيجيب لهم مثلا الاكل نظيف وبيعاملهم معامله كويسه والمحاضر لذيذ بيقول كلمتين حلوين. فده مش مقياس، مش المقياس الوحيد، عشان كده قلت لكم احيانا الاستبيانات ما بتكونش هي المقياس الوحيد. ناس تانية قالت ان اختيار اصلا الماده، يعني ودي نقطه مهمه قوي، اختيار الماده اصلا وتصميمها ينبغي بتصميم الماده انها تكون بتعالج التطبيق العملي بتاع الشركه دي. بعض الشركات بيحبوا قوي الترند. يعني النهارده الترند بتاعنا الفتره الجايه هيبقى الكي بي اي، تقوم الشركه يلا يا جماعه يلا نروح ناخد الكي بي اي. طب نختار مين يا جماعه؟ نختار مهندس مش عارف التشغيل ومهندس صيانه ومهندس تنفيذ ومهندس كذا. طب بتاع المكتب الفني؟ لا لا، اصل ما فيش ملوش بديل. طب بتاع مش عارف المتابعه اللي هو اصلا ده شغله، مع طبعا اهميه ده لكل الناس، الكي بي اي دوره لكل الناس. لكن عايز اقول ان احيانا بيكون الترند هو الناس اختارت دوره لان هي اصبحت ذات تبرير. بي ام بي بروجكت مانجمنت بروفيشنال، طب يا جماعه وبعدين يلا ناخد كورس بي ام بي. طب يا جماعه طب الناس دي فعلا هتفيد الشركه لما تاخد المعلومات دي؟ وهكذا وهكذا، محتاجين نعرف هل فعلا الدوره دي مفيده ولا لا. في كلام او كانت بعض التعليقات بتقول ان احنا لازم نقيم اثر التدريب، طبعا ده مهم قوي. لازم نفهم النشاط الاساسي، المهارات المطلوبه، وعايزين نقول على نقطه مهمه هي اختيار المتدربين. احد الباشمهندسات هنا زميلتنا قالت ان هو بيتم اختيار الناس اللي هم في المراكز الرئيسي او يعني اللي هم في المركز الرئيسي او المبنى الرئيسي اللي موجود، وده طبعا بيحصل في شركات كتير. ليه؟ لان اصبحت احيانا ثقافه التدريب مبنيه على المكافاه. انا بدربك لاني راضي عنك، فيلا روح بقى من ميزانيه الشركه ونشتغل على التدريب. ناس تانية اتكلمت ان احنا نعمل لهم ورش عمل، طبعا لان هو كان غايب التطبيق العملي، ممكن يكون كان غايب التطبيق العملي في الدوره فنعمل لهم ورش عمل. في نقطه مهمه تانية ان في فجوه ما بين الاثنين، تقييم دوري المتدربين الى اخره. طيب ناس تانية قالت متطلبات العملاء، في متطلبات العملاء اللي احنا محتاجينها، اختيار الناس، رفع الكفاءه، احنا طالبين ايه من الدوره فلازم الدوره دي تنفذ، يبقى في استبيان في الاول واستبيان بعد كده، ولازم ان احنا نقيس المستوى، ما نكتفيش بمؤشر واحد. طيب كل الكلام ده اتكلم عن طبعا من الحاجات المهمه يا جماعه تصميم الدوره، تصميم الدوره بيكون مناسب، لان احيانا احنا عايزين يعني مثلا هفترض مثلا ان انا بدي دوره الكي بي اي دي ورحت ادي الدوره لشركه مقاولات، وبعدها المفروض ان انا لما هروح لشركه مقاولات تكون الناس دي تقعد معايا ان عايزين كل الامثله على شركه مقاولات او على مشروعات كونستراكشن. طيب ناس ثانيه مثلا رايح اديهم اي تي، لازم يكون كل الكي بي ايز بتتكلم عن الاي تي لان احنا شركه اي تي او مجموعه مبرمجين، وهكذا. مهم قوي قوي ان احنا كاستمايز البرنامج اللي موجود سواء كان برنامج اداري برنامج فني على نشاطات الشركه ونصممه تصميم جيد. وظهر عندنا او حاجه اسمها نموذج كيرك باتريك
لاثر التدريب، وقال لك والله هيحل لنا المشكله او الكلمه اللي احنا كنا بنتكلم عليها. قال لنا ان في اربعه ليفل، اربع مستويات لقياس اثر التدريب بصفه عامه. اول نقطه اللي هو الرياكشن، المستوى الاقل اللي هو الرياكشن، وده بالنسبه له بنجيبه من الاستبيان. فانت خلي بالك لما قلت لك ان الناس كانت راضيه، ده كان المستوى الاقل من تقييم التدريب. ده الدرجه الاولى البيزك. الدرجه الثانيه الليرنينج، متعلموا ايه؟ عملنا لهم اختبار ولا لا؟ نبدا نشوف الاختبار. يبقى رقم واحد في الرياكشن بشوف الفيدباك بتاع الناس. رقم اثنين ببص على التعليم. لما بعرض شويه ببص على السلوك اللي هو التطور في اداء اللي احنا لقيناه في الشركه انه ما حصلش تطور، فهنا البيهيفير بتاعته. اخر حاجه الريزلتس، النتيجه. هل شركتنا فعلا حققت الاهداف الاستراتيجيه؟ لما عملنا كل الدورات التدريبيه دي، هل فعلا الشركه حققت ارباح اكتر او سلمت المشاريع بتاعتها في ازمنه متقدمه، ولا كان في بروبلمز؟ ده من خلال نموذج كيرك باتريك لاثر التدريب بتاعه. ثم تناقشنا اخر نقاش كان بيكلمني عن لماذا تلجأ بعض الشركات عند وجود عجز في الميزانيه لتقليص ميزانيه التدريب كاول رد فعل. ومعظمكم قلت الواقع، قلت الواقع في بعض الشركات، الا وهو ان في شركات كتير بص للتدريب على ان هو غير ذي اهميه. فلذلك احنا عندنا ايه المصروفات بتاعتنا؟ اول مصروف هيتشال او هيقل هو التدريب. لانه طبعا اولا هتلاقي التدريب بيتم زي ما قلنا مكافاه، ما بيتمش بذل جهد في تصميم البرامج ولا في متابعتها ولا 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 ولا، فهم مش حاسين ان في عائد من التدريب. من اهم يعني من اهم العوائد، يعني التدريب ده لازم يكون له عائد ويتم قياسه اللي هو الاثر اللي احنا اتكلمنا عليه. فعدم رؤيتهم لفائدته هو اللي بيخليهم يحصل عمليه تقليص لميزانيه التدريب، مع ان التدريب ده هو اللي بتحرص عليه الشركات المحترمه والكبيره، بتحرص عليه حرص كبير او وبتصرف عليه فلوس كبير كتير. يعني في شركات بتدرب ناس باسعار كبيره جدا عند شركات عاليه، وبتخليهم ياخدوا شهادات او سيرتيفيكتس قد تفيد المؤسسه نفسها، او هتفيدهم هم كمعلومات وهيطوروا بها السيستم، وده موجود في شركات كتيره جدا الامر. طيب لينا احنا خلصنا الكلام عن المناقشات، وان شاء الله يكون لنا مناقشات في الفتره الجايه. كنا وقفنا عند، معلش ممكن الفايل الاكسل اللي باشمهندس احمد، كنا كان اخر حاجه في المحاضره اللي فاتت بنتكلم عن الكي بي ايز تمبلت فورم. ايوه واضح الناس ولا لا؟ الناس شايفه ولا لا؟ شايفين؟ تمام. طيب اللي قدامنا ده يا جماعه ده الداتا ريبوزيتوري، مش عارف انا بكبره عندي، بس انا ما اعرفش ممكن يكبروه عنده. طيب هو ده اول شيء عندي الداتا ريبوزيتوري، يعني ايه؟ اللي هو مخزن الداتا. بص يا جماعه لما نيجي نشتغل لازم يكون عندنا فايل ام. الفايل الام ده بيكون فيه كل الشغل ومجمعينه. طبعا احنا بنتكلم لو احنا مش عندنا يعني، فده بيبقى اسمه مجمع او مخزن للداتا. لما نيجي نشتغل يكون لازم عندنا مخزن للداتا اللي بيكون فيها البيانات الاصليه والحسابات، ومجمعين بقى سنين ورا في هذه الملفات. فدي كان بيوضح لك مثلا ان احنا عندنا ادي اهو مخزن الداتا بتاعتنا، بتقول ده التارجت وده السقف بتاعنا. جايب بقى البيانات بتاعتي الكي بي ايز يناير فبراير كل الشهور لسنه 2009 2010، وبدي احط التارجت بتاعتها والزياده ايه والنقصان ايه. كان يعني بيطبق على النقطه بتاعت البالانس سكور كارد اللي معايا. طيب ندخل على الكي بي اي كتالوج. كتالوج فين؟ مش عارف. لا احنا عايزين اللي جنب الهندسه. كي بي اي كتالوج. تمام. كي بي اي كتالوج ده بيكلمني في كل مكان لازم يكون عندي ملف كبير فيه كل الكي بي ايز.
لو انت جيت ورحت شركه من الشركات وهتشتغل على الكي بي ايز ونفسك تعرف المؤشر ده بيجي ازاي، هيقوم هم مجمعين لك يقول لك يا باشا باشمهندس افتح الكتاب كي بي اي كاتالوجز. فجاه افتح كده واقول ايه، صدق يا اخي عايز اعرف الاون تايم ديليفري اوف اتش ار سيرفيس ريكوست، هدور عليها الاقيها رقم 7. طيب السمارت هنا الاس كي 2278، يا ترى الديفينيشن بتاعها بتاع ايه الاون تايم ديليفري؟ قال لك والله الميجرز ذا برسنتج اوف هيومن ريسورس الى اخره. طب مين هو المسؤول عنها؟ الاتش ار ديبارتمنت. طب هو في انهي بي اس سي اللي هو البالانس سكور كارد ده في خانه الكاستمر. طب الاي بتساوي ايه؟ قال لك الاتش ار سيرفيس ريكوست ديليفر اون تايم، والاتش ار سيرفيس ريكوست بصفه عامه يعني الحاجات اللي وصلت اون تايم على الحاجات اللي بصفه الطلبات او الريكوست اللي بصفه. طيب ده بيحطك حط المعادله وعمل لها انكريز. طب ندخل بعد كده على الشيت الثالث اللي كان موجود معاهم في نفس الفايل. عايش اللي هو الديسكريبشن. وعامل كده ليه؟ شايفين كويس يا جماعه ولا؟ تمام. طيب ده يا جماعه اللي احنا قلنا عليه الكي بي اي تمبلت فورم، شكل الكي بي اي او الديسكريبشن بتاع الكي بي اي. يعني النهارده لازم نعمل بطاقه شخصيه لكل كي بي اي، زي ما احنا عندنا حاجه اسمها البالانس سكور كارد او بطاقات الاداء المتوازن اللي بتبص للمؤسسه او للشركه او للاداره من 4 مناظير، منظور المالي، منظور العملاء، منظور العمليات، منظور الايه الجروث او النمو. لا هيجي للكي بي اي نفسه ونعمل له زي بطاقه، ما تقول فيه شويه معلومات. الكي بي اي ديسكريبشن في بعض يونيك ايدنتيفيكيشن، يعني تعريفات، هيكون فيها ايه؟ هيكون فيها النيم وهيكون فيها الكود او السمارت كي بي ايز دوت كوم نمبر، طبعا ده خاص بالكي بي اي. ايه فايده الكود؟ النهارده لما بنعمل حاجه اسمها تكويد، حتى لما هنكود الكي بي اي علشان ما يبقاش فيه 2 كي بي اي مختلفين، فبنبدا نعمل عمليه اليونيكنس، يعني ان انا بحط له تكويد بحيث خلاص اعرفه عندي ان مثلا الكوست افويدنس سيفنجز هو الاس كي 262، فعمري ما هقدر اتلخبط لان انا هيسهل عمليه البحث. الله ينور عليك يا استاذ زرار. طيب قال لك والله اورجانيزيشنال ميجر نمبر، ده بقى جوه رقم جوه المؤسسه اتش ار كي بي 1008. طيب ديفينيشن اند يوسج، ديفينيشن بدا نشوف الديفينيشن بتاعه، دي معلومات مهمه موجوده. قال لك ميجر الاماونت سيف ديو تو اكشنز ريديوس الفيوتشر كوست، يا جماعه هو بيقول لك الفلوس اللي انت وفرتها خلال ك اتش ار، يعني انت النهارده كان ليك بادجت معينه، فانا بحط لك يعني عايز منك انت تبقى كويس قوي لو انت عرفت توفر لي 50,000 من البادجت بتاعتك. فبدا يقول لك ان انا ان هو ده هيقيس الامر ده. طيب مين الاورجنايزيشن اريا؟ اتش ار ديبارتمنت. مين المسؤول عن الشغل ده؟ طيب هو الجزء ده في الاتش ار تابع لايه؟ هل هو ده كاستمر ولا بروسيس؟ لا ده فاينانشال، حاجه ماليه لانها بتقول ايه؟ فلوس. طب تيجي نشوف الكالكوليشن تحتها. الكالكوليشن بدا يقول لك والله الكالكوليشن بتاعي قال لك سب اوردينيت ميجر يوزد فور كالكوليشن ايه، بدا يحط الاي سيفنج، وقال لك امتى تكون ترند، يعني القطبيه بتاعتك بتبقى في حاله الزياده فهي قطبيه موجبه. بعدها بيتكلم عن الفوكس، بيركز في ايه، فبدا يتكلم عن 5 حاجات: البيربس الغرض، الاستراتيجيك اوبجيكتيف، الميجر فوكس، الامباكت ستيج، الليفل. طيب الحاجات دي كلها هو بدا يحطها، البيربس يعني الغرض، طيب الاوبجيكتيف ايه هو الهدف الاستراتيجي اللي هو بيقيسه هذا المؤشر. طب هو بيبص على ايه؟ قال لك بيبص على الماني، وقال لك ان ده الميجرمنت تايب كوانتيتيف. هو كمان يا جماعه عايز يصنف الكي بي اي نفسه اذا كان كوانتيتيف ولا كواليتيتيف. قال لك والله الامباكت ستيج هو اوت بوت، هنعرفها النهارده في اللوجيك موديل، ولاجنج او متاخر. الداتا بروفايل
اهم حاجه بس في الداتا بروفايل ان احنا نبص على الاوتوميشن فيت. يعني الاوتوميشن فيت ده هنا بيقول لي الاوتوميشن فيت يعني بيقول لي والله في انهي برنامج بنجمع المعلومات ازاي كبروفايل، الليميتيشن بتاعتي يعني من كام لكام، الداتا كابشر بيريود يعني احنا اصلا بتجيب لنا البيانات دي كل قد ايه وبالريبورت كل قد ايه. ندخل بعد كده على التارجت. التارجت بتاعي حاطه 500,000 او 500 جنيه هم التارجت بتوعي، وهل في بنش مارك؟ لا مش عنده. وبدا يحط والله الثريشولد، الثريشولد بتاعته او الثريشولد بتاعته ايه. الثريشولد دي حدود، يعني هو لو اقل من 350 يبقى احمر معناه ان هو ما عرفش يوفر، لو من 350 ل 500 اصفر يعني الدنيا كويسه، لو اكبر من 500 يبقى الراجل ده زي الفل. عندي ميجر ادمنستريشن، مين هو اللي هيقيس الميجر ده؟ بيسموه الكي بي اي اونر او الميجر اونر. قال لك والله التايتل بتاعته ان هو الاتش ار مانجر. طب اسمه ايه؟ اسمه فيست مان او فيرست مان، فيرست نيم، سوري فيرست نيم يعني اسمه الاول، انا اسف. هو يعني بيكتب اسمه الاول واسمه الاخير، يعني لو انا يبقى محمد مثلا منصور تمام، فانت تكتب الاسم الاول والاسم الاخير، فيرست نيم واللاست نيم. الكرنت ستيت اكتف، لان احيانا انت ممكن في وقت في فتره ما مثلا غياب والحضور ككي بي اي ممكن اثناء فتره الكورونا تخليها مش اكتف، ثم تعيد تاني تفعيل الكي بي اي نتيجه تغير الظروف. الداتا جذرنج قال لك والله ليه التايم بتاعتي 5 ايام، داتا سورس هو الاتش ار، وقال لك والله كل اول اسبوع من الفولوينج مانث بنبدا ايه نكابتشر الداتا او نعمل ريبورتنج بالداتا. طيب كده احنا هندخل بقى في درس النهارده. كده احنا اتكلمنا يا جماعه دي بطاقه او اهم المعلومات اللي انت بتكون عايزها من خلال الكي بي اي تمبلت فورم. عايز اقول لكم على حاجه، تطبيقك هو اللي بيخليك تزود بيانات او تنقص بيانات. زي ما قلنا كتير قبل كده، مفيش حاجه يا جماعه اسمها ستاندرد. يعني نو ستاندرد. يعني ايه نو ستاندرد؟ يعني اللي بيقول ده نموذج انت ممكن يكون في مؤسستك، تمام، ممكن يكون في مؤسستك، لان ممكن بعض البيانات انا مش محتاجها فاشيلها من الجدول واحط بيانات اخرى بالنسبه لي هي الاهم واللي انا محتاج اعرفها عن كل كي بي اي في الشركه. تعالوا ندخل على المحاضره بتاعتنا. بسم الله. النهارده هيبقى كلامنا كله منطقي. كلامنا ايه النهارده؟ كله منطقي، ما حدش يقول لنا انت مش منطقي النهارده. الكلام المنطقي بيقول لنا ان درس النهارده درس جميل قوي اسمه اللوجيك موديل. ويعني ايه لوجيك موديل؟ اللوجيك موديل ده احنا بنستخدمه علشان نبدا نطلع مجموعه كي بي ايز. يبقى واحنا بنطلع الكي بي ايز هنعمل مجموعه ورش عمل هتستعمل فيها اداه مهمه جدا اسمها النموذج المنطقي. نشوف كده مع بعض، هطرح بقى عليكم مساله ونشوف مين هيجاوبها. عندنا مطعمين بيتزا في نفس الشارع، الاول اسمه ايطاليانو والتاني اسمه بيت البيتزا. يعاني المطعم الاول من قله المبيعات، على الرغم من وجود شيف ومساعد بنفس المستوى تقريبا في مطعمه. يا جماعه الشيف هو مستوى نفس المستوى والمساعد نفس المستوى، لكن للاسف المطعم الثاني شغال الله ينور، المطعم الاولاني مش شغال. مين يقول لي بقى؟ خمنوا كده معايا ايه الاسباب اللي ممكن. مهندس عادل بيقول لك اسم اللي يدل يعني هو ايطاليا، تمام، حط ان بيت البيتزا افضل. الاعلانات للمطعم، الدعايه، طيب ايه تاني؟ طريقه التعامل مع العملاء، وارد. التسويق، جميل. المكان نفسه هم في نفس الشارع، واحد عباس على الناصية، ماشي. النظافة، المنتجات، ما هو المستوى الناس متقارب. الاسم تحس طبعا بيت البيتزا افضل، طب جميل. البيتزا نفسها احنا هو الراجل شيف واحد متقارب. الابتسامه ناس لذاذ. في كونفليكت ما بين ماشي تمام. الوقت اللي لازم تجميل، جوده الاكل، اسعار، خدمه العملاء، البراند، الديكور. الديكور مهم قوي. الدعايه، الاسم مناسب للبيئه المحيطه، حته جميله قوي.
بيت البيتزا في مكان مثلا عربي فايطالياني ومش مدين تجهيز الوجبه في الميعاد. الله ينور عليك، انت طلعت على فكره، انت جامد. خدمه ما بعد البيع حلوه، وقت تقديم الخدمات تمام، الله ينور. مواقف السيارات رائع رائع، شوف انا بديكوا ايه يعني، بتدوا حاجه جميله. مستوى تقديم الخدمه، صوت العميل مسموع، عاملين كده جميل. ديليفري، مساحه المطعم رائع، العروض خصوصيه، اللوجو المطعم ممتاز، النظافه، كل دي اسباب رائعه تمام. خلصنا الاسباب، في عروض على البيتزا تمام، صندوق استقبال الشكاوى، جوده المنتجات، مواد الخام المستخدم ممكن. سرعه الدليفري اللي يجي على طول، طريقه تعامل الموظفين مع العملاء، تغليف، التاريخ الصحي للمطعم، اسعار ممكن تكون في اختلاف، طرق العرض، كاستمر اكسبيرينس، وما عندهم يعني بيعرفوا يظبطوا الزبون ازاي، اطباق جانبيه ممتاز، مواقف العربيات تمام، حمامات في المطعم، والله الحاجات دي الناس بتستقل بيها، المنيو وطريقه رد الطلبات، منظومه رقميه، الموضوع اوتوميشن، في انطباعات سابقه، يعني جينا مكان مره مفيش بقى ريتيرن كاستمر، الراجل اللي بيجي مره ما بيجيش ثانيه، وجبات الاطفال تمام برافو، سرعه الاستجابه، عروض تخفيض في المناسبات، حفظ على اضاءه، الله الله والله بتقول حاجات جميله قوي، باركنج اريا قلناها تمام، وجود العاب الاطفال في المطعم، كيدز اريا، الله ينور عليك، ده الله ينور، التنوع في الاطعمه المقدمه، جميل قوي ورائع. طيب معامله، جميل وورد اوف ماوث، انا لما بطلع اقول المكان ده جميل قوي، وجود تطبيق في تطبيق يا جماعه، تطبيق على اندرويد واي او اس وكده، فبيبقى طيب. احنا بقى قلنا تعالوا يا ايطاليانو نبص على البروسيس بتاعتكم، وتعالوا يا بيت البيتزا هنسرق منكم البروسيس بتاعتكم عشان نعرف فين المشكله. ما احنا قلنا بقى ان الراجل كل بقى اللي انت قلته ده هنعتبره ان هو متساوي، اللي انت قلته ده كله نقلب كده نشوف بقى البروسيس بتاعت بيتزا ايطاليانو ماشيه ازاي. بيتزا ايطاليانو عندهم بروسيدرز، اجراءات، اول حاجه بيستلموا الطلب، تاني حاجه بيبعتوا الطلب للمطبخ، تالت حاجه بيبداوا يخبزوا العجينه، رابع حاجه بيبداوا يشكلوا العجينه، بعدها بيحطوها في الفرن بيقدموها للعميل. في حاجه يا جماعه في الكلام ده؟ طب يعني في مشكله عندكم في الكلام ده؟ راجل لسه هيخبزه، بعد كده يشكلوا العجينه، بعدين يحطها في الفرن ويقدموها للعميل. طيب ماشي، احنا عايزين نقارن، تعالوا نشوف. ممتاز، الخبز استهلك الوقت. ندخل بقى على مطعم بيت البيتزا، هو في حاجه اسمها بيت البيتزا يا جماعه؟ لو حد عايز يعمل مشروع يعمل لنا حد عارف بيت البيتزا؟ معرفش اسم جاي في بالي كده. الاهتمام بالتفاصيل، الله ينور عليك. على فكره الحياه كلها اهتمام بالتفاصيل. استلام الطلب، ارسال الطلب، ايه ده خدتوا بالكم من دي؟ احضار العجينه، ده هي مخبوزه، العجينه جاهزه، تشكيل العجينه، وضعها في الفرن، تقديمها للعميل. الله ينور عليكم، الوقت. بالظبط، عجين احتياطي موجود معايا. الوقت يا جماعه، انا بدخل بيت البيتزا، الله ينور عليك فعلا، تمام، برافو عليك، ما التفاصيل دي هي اللي بتفرق والله. انا بدخل بيت البيتزا من هنا، انا عايز بيتزا في 10 دقائق تكون جايه لي. التاني اقول لهم عايز بيتزا، ثلاث ارباع ساعه تجي لي. فاحنا لازم نبص على العجينه محضرتك. احنا بنضرب مثال بسيط. المثال البسيط ده قال لك والله هنا، لا هنا في مشكله وقت، وهنا بس انت خلي بالك الفكره ايه؟ النتيجه النهائيه هي ان المطعم بتاع بيت البيتزا حضرتك بتعمل او بتاخد الحاجه بعد 10 دقائق، بس انت ما تعرفش المشكله فين، والتاني بتقعد نص ساعه او ساعه، عمرك ما هتروح ابو ساعه، خاصه مع ايه؟ مع تساوي الاثنين في مستوى. احنا افتراض ان الاثنين في المستوى، لكن احيانا وتبني فاهم، وانا يعني اضيع وقتي واضيع حياتي علشان سيادتك؟ بالظبط، الجوع ما بيصبرش، الله ينور عليك.
فبالنسبه لك فانا بعمل ايه؟ انا محتاج المكان اللي هو الاسرع، بس خلي بالكم السرعه مش هي المشكله. المشكله عند الناس في الاجراء. ودي اللي احنا عايزين نتكلم عليها، مهمه قوي، حته الاجراءات. بتروح مكان، اي والله ينور عليك، بتروح مكان تلاقي فيه روتين ومديك اجراءات عقيمه وليس لها معنى. يعني ايه تروح لاستاذ احمد واحمد يدي لمحمد ومحمد يرجع لاحمد؟ انا نفسي افهمها، والله بتحصل. احمد يدي امضي عشان محمد يشتغل، محمد يخلص الشغلانه احمد يمضي عليه ان هو خلص صح. لا نوافق طبعا مع سرعه مع اهمال، لا هو هي الحاجه جاهزه بالظبط كده مع مراعاه الجوده والكواليتي طبعا. لو في سرعه من غير جوده، يعني المثال اللي انا بقوله كان احمد هيدي لمحمد ومحمد يرجع لاحمد، لو الامضه الاولى لاحمد دي مهمه خلاص يمشيها، انما لو الامضه الاولى يعني ايه انا همضي علشان هو يشتغل، يعني امضي ليه عشان يشتغل؟ ما يشتغل على طول يا جماعه، ما يضيعليش وقتي. بالظبط اللي في السبع لفات، الله ينور عليك. فبروسس زياده، بروسس ملهاش معنى، يعني مفيش لوجيك فيها، واخد بالك؟ فهكذا انت دايما تدور على البروسس، فين المشكله في البروسس؟ ممكن تكون البروسس ناقصه. يعني ايه ناقصه؟ مفيش مراجعه كامله، مفيش كواليتي كنترول او انسبكشن للشغل بتاعك، فانت لازم ايه؟ تراجع الامر. وهنا يتضح ان احنا لازم نبدا نتكلم في موضوع البروسيجر والاجراءات. نقلب على الصفحه اللي بعدها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بص بقى، واحده واحده كده، واحده واحده، خليك معايا واحده واحده. احنا عندنا مؤسسه، الشركه بتاعتنا لحظه كده. جميل قوي. الباشمهندس بيقول لك الصيت ولا الغنى، ان في بعض الناس بقى بعد ما تتشهر بتبدا بقى تعتمد على الصيت بتاعها. جميل. على فكره اعتماده على الصيت هيقلل الزباين واحده بواحده. بيقلل من نفسه مكسب. لكن واقع في الوطن العربي للاسف، واقع فعلا. طيب تعال كده نشوف انا كمؤسسه او كشركه. مش كده يا فندم؟ شركة أو منظمة مؤسسة ليها مجموعة من الأهداف الاستراتيجية. يعني أنا شركة عايز عندي أهداف استراتيجية. يعني إيه أهداف استراتيجية؟ كتير كتير. واقف كده يا باشمهندس، عندي أهداف استراتيجية. الأهداف دي منها إن أنا أزود الأرباح، منها إن أنا أنتشر، منها إن أنا أحافظ على العملاء بتوعي، منها أجيب عملاء جدد. كل ده بالنسبة لي مجموعة أهداف استراتيجية أنا، أو استدامة أو تفر أنا كمؤسسة. طب أنا هعملها إزاي؟ هعملها من خلال عشان أحقق الأهداف الاستراتيجية عندي مجموعة من إجراءات العمل. يعني أنا وزارة الكهرباء في مصر، معلش أنا ما اشتغلتش في المجال ده، فعندنا هنبني مجموعة محطات كهرباء أو محطات توليد كهرباء، وهنبدأ نعمل إجراءات لدخول المعدات ولغاية ما نعمل سنكرونيزيشن على الشبكة الموحدة. فيبقى عندي مجموعة من الإجراءات. طيب في معايا كمان إيه؟ في موظفين بيشتغلوا على الإجراءات دي. في عندي حاجة اسمها الممكنات. إيه الممكنات دي؟ فاسيلتيز، العدد، أجهزة الكمبيوتر، الماشينز. خلي بالك أنا محتاج أقيس أداء الأهداف الاستراتيجية، يعني أشوف فعلا بحقق اهداف الاستراتيجيه كل كوارتر ولا لا، واقيس اداء اجراءات العمل. يعني الاجراءات دي هل مثلا ما بيحصلش تاخير في الوقت؟ هل لما بنرد على العملاء بنرد عليهم في وقت قليل او في وقت طبيعي، بحيث ان احنا نبدا نرد عليهم او نستجيب لطلباتهم؟ فدي اسمها اجراءات عمل. الاجراء اللي احنا كنا قسناه فلان عندنا مشكله في بيتزا ايطاليانو، دي اجراءات العمل. في عندك موظفين، هل الموظفين هم اكفاء ولا عندهم مشكله في الكفاءه؟ هل هم اكفاء؟ هل هم محفزين للعمل؟ طيب انا سؤالي لحضراتكم، يا ترى يا هل ترى مين اكتر من مين؟ يعني النهارده المشكلات هل هي سببها مشكله في الاجراءات، يعني وجود مشكله في مؤسسه ما،
ما تدخلنيش في اسباب غويطه، انا مش عايز اخش بتفصيل. انا بقول لك جاوب على حاجه من الاثنين، يا ترى اسباب المشكلات في الشركات بصفه عامه هل هي اسباب اجراءات ام اسباب بشريه موظفين؟ يعني اكتبوا كده، ايه رايكم؟ بروسس. ماشي، مين تاني؟ اجراءات، كلكم تقولوا اجراءات، مفيش موظفين، بشريه. جميل، بشري الاثنين، اجراءات بنسبه اكبر، موظف هو بيحدد الاجراءات، اجراءات عاده بشريه. ان البشر بيمنعوا التغيير او بيعملوا ريزيستنس للتشينج. الاثنين تمام، اجراءات البشريه مع بعض. طيب بصوا بقى يا جماعه، علماء الاداره بيقولوا ان 85% من المشكلات اساسها الاجراءات. الاجراءات، احنا بس مشكلتنا ان احنا بنميع الاجراءات، عندنا البشر بيضغوا على الاجراءات. لو تم تنفيذ الاجراءات تنفيذ جيد فانه لن تحدث مشاكل، غير مشاكل بسيطه. فقال لك 85% في مشكله الاجراءات. عندنا دايما لما بيحصل مشكله، احكي لكم كده على قصه بتحصل في مجال محطات الكهرباء، حتى توليد الكهرباء. اعتقد معانا مهندسه نشوه من محطات الكهرباء وعارفه اللي انا هقوله. لما مدير محطه او مدير محطه كهرباء يعني بيولد كهرباء، وفجاه يحصل ايه؟ تنقطع الكهرباء ويحصل حادث في المكان. ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ اول قرار هو الراجل ده يتحول للتحقيق ويحصل ايه؟ ومش عارف يحصل ايه؟ بس خلاص. وبعدين فين الاجراء؟ فين الاجراء؟ يعني محطه من المحطات كان في مره حصل عدم صيانه وقائيه، ما كانش فيه صيانه وقائيه على المعده. فده ادى ان المشكله ظهرت والوحده خرجت وحصل مشكله كبيره. طيب يعني مشكله الصيانه الوقائيه دي موجوده في مؤسسات كتيره، انت لازم تظبط الاجراءات وتشد على الصيانه الوقائيه بدل ما تعاقب الشخص. يعني اولى من عقاب الشخص هي انك تبدا تحط مجموعه من البروسيدرز وتبدا تعمل عليها الصرامه. الله ينور عليك، مراقبه تنفيذ الاجراءات، الصرامه. النهارده لما بتتكلم عن السيفتي مثلا، يعني انا النهارده يعني احكي لكم على حاجه بسيطه، انا بتعامل مع اكيد كلكم الناس اللي في السعوديه تعرف ارامكو. يعني صرامه في تنفيذ اجراءات السيفتي، صرامه في تنفيذ حاجات كتيره. معايا؟ فارق كبير بينها وبين اماكن تانية. شركات تانية لا، عندها الدنيا واسعه، الموظف يعمل اللي هو عايزه، مفيش الى اخره. وان كان برضه مش بصور الشركه، في طبعا برضه بعض التجاوزات. الله ينور. لكن احنا بنتكلم على نقطه الايه؟ نقطه ان احنا بنتكلم عن ان هناك اجراءات. عايز تظبط اي حاجه في حياتك ظبطها بالاجراءات. هتقول لي طب مستوى الناس، هقول لك حتى دي اجراءات. مستوى الناس ده اجراء. يعني ايه اجراء؟ يعني النهارده لما يكون انت ما دربتهمش، تمام يا باشا تمام. ال 85% من اجراءات، تمام جميل. هجيب لك المصدر بتاع الاصل، تمام. بالنسبه لنا فهنا النقطه بتاعت الاجراءات، وان حتى الجزء بتاع الموظف فهو اجراء. ايه هو الاجراء؟ ان حضرتك ما اجريتش مثلا زياده في المرتب بتاعه، ده اجراء. فالراجل انخفضت الروح المعنويه. الراجل انت ما دربتوش، استخسرت فلوس التدريب ورميتها، اجراء. طب ندخل بعد كده على انا في الاخر عايز اطلع بايه؟ عايز اطلع بايه؟ بمنتج، بمنفعه. يبقى يا جماعه عشان بس احنا هنقيس اداء الموظفين برضو، تمام. ما هو المفروض ان هم ينفذوها زي الفل، عشان لازم يتدربوا علشان يعرفوا ازاي ينفذوا هذه الاجراءات. فانا النهارده هقيس اداء الموظف،
هقيس اجراءات العمل وهقيس الممكنات، يعني لو انا عندي اجهزه كمبيوتر، عندي ماكينات، اشوف كفاءتها، اشوف هل فيها تهريبات، هل فيها بروبلمز بصفه عامه. في الاخر هطلع بمنفعه، المنفعه الموبايل اللي انا هشتغل بيه، الويب سايت، وات ايفر، ايه المنفعه، الدواء اللي هيجي، وفي مجموعه عملاء. انت لازم بقى تقيس المنفعه وتقيس رضا العملاء وتقيس الموظف وتقيس الايه اجراءات العمل. بعض الشركات يعني كنوع من التطور يقول لك ايه، انا مش هحط كي بي ايز للموظف. ليه؟ يعني يوك يعني ايه الداعي، حاجه زي كده؟ ان انا هراقب تنفيذ الاجراءات. جميل. ايه الداعي ان انا ما اعملش كي بي ايز للموظف؟ يعني ده احنا بنتكلم من وجهه نظر ناس معينه، مش ده مش صح طبعا. الاجراءات هي اللي راح تظبط سلوك الموظف. جميل، تمام. بص يا جماعه، هو عارفين لما يكون عندك مشكله وتعالجها بمشكله اكبر، هو ده الكلام. انت عندك مشكله ان الموظف مفكر ان الكي بي اي دي اداه، اتكلمنا عنها في اول محاضره، اداه للعقاب يعني هي اصلا محطوطه عشان اتعاقب. فانا عشان كده، الله ينور عليك، هي للتطوير. جميل. فانا عشان كده رحت قايل له ايه؟ طب يا عمي ولا تزعل، مش هعمل لك كي بي اي لمستواك. طبعا ده كلام متطرف، يعني ايه الناحيه الثانيه خالص. ايوه هي اداه للتطوير، لكن في وسط التطوير ده انا بقيس مستواك. هو انا بقيس مستواك ليه؟ عشان اشوف مشاكلك وتصلحها، مش عشان ارفدك او عشان ارقيك. القياس كي بي ايز يعني جرت العاده، واحد مهندس تكنيكال كويس جدا في مكان واداؤه التكنيكال عالي، نعمل ايه؟ نرقيه مدير. ايه رايكم في الكلام ده؟ ما هو كي بي اي، صح ولا غلط؟ راجل تكنيكال متميز ادى عمله الفني رائع، فانا رحت مرقيه بقى مدير. ما هو الراجل عايز اكافئه. تعرفوا دي اسمها ايه؟ دي بيسموها الهالو افكت. الهالو افكت يعني عارف تاثير الهاله. طبعا كلام غلط، خطا فادح. ليه؟ لان انا لما بعين مدير لابد ان هو يكون اداريا ناجح، اداريا قوي، عشان ما نختلفش. احيانا في بعض الاماكن بيجيب ناس مش في الفيلد يعني كتكنيكال، ودي بتحصل من شركات عالميه، انه بيجيب ناس ممكن يبقى مدير مشروع كونستراكشن مش انجينير، ودي حصلت شفتها. قبل الترقيه يتدرب على الاداره؟ لا بص يا باشمهندس عاطف، الاداره دي مش شويه اجراءات هيعملها، لا 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 لا، ده الاداره دي سكيلز ومهارات، ولا لا ده الموضوع ونفس سويه، يعني مش عايز اقول لك نفس سويه. دي مش سهله، دي نجيبها منين دي؟ الله، جزء شخصي مهم جدا جدا، يعني وازاي بتتعامل، كوميونيكيشن سكيلز، ده نقطه مهمه جدا. كل الحاجات دي تعتبر، الموضوع مش موضوع كفاءه ومعلومتين تعرفهم وخلاص. بالظبط. بالظبط، تمام. طيب كل ده بيكلمنا عن كومبتنس اشورنس. تمام، الله ينور. إيه ان احنا المفروض بنقيس كل ده عشان نشتغل معاه. عشان كده بداوا يقولوا والله احنا نشتغل على حاجه بيسموها اللوجيك موديل. يا ترى ايه اللوجيك موديل؟ نشوف مع بعض ما هو اللوجيك موديل او النموذج المنطقي اللي لما بيجي يحلل ما بيحللش او ما بيقيسش المؤشرات بتاعه حاجه واحده، ده بيقيس المؤشرات من اول للاخر. أنا النهاردة عايز أنتج
منتج معين، المنتج ده او انتج، معلش استحملوني اخر واحد كده، كهرباء، والكهرباء دي بسعر رخيص. فانا المفروض ان انا الهدف بتاعي ان انا انتج كهرباء بسعر رخيص. اول نقطة هتكون موجودة معايا المدخلات. هبدأ اشوف ايه المواد المستهلكة عندي. هيكون عندي العمالة، هل العمالة اللي عندك متوفرة؟ هل انتاجك للكهرباء هيبقى متوفر؟ هل متاح عندك الوحدات كاملة؟ ليه الوحدات كاملة؟ لان النهارده لما تكون الوحدة كاملة بتديني معدل استهلاك كويس، لما تكون الوحدة مش كاملة او واخدة نص حمل فبتديني معدل استهلاك عالي. هبدأ اشوف الاجراءات، هل انت حضرتك بتقيس الاجراءات بتاعتك، بتقيس كفاءة الاجراءات، بتقيس تهريبات لو في بخار مثلا موجود في المعدات، هل عندك بتقيس ان كل المعدات في الخدمه ومفيش مشاكل فيها وزمن التعطل بتاعها؟ طب المخرجات، هل انت طلعت كهرباء بالكميه بتاعتك؟ بالظبط كده. النتيجه اللي ظهرت، وابدا ان انا اقيس النتيجه واقيس بقى، اقول والله انت طلعت معدل استهلاك وقود 220 جرام على كيلو وات ساعه، او الكيلو وات ساعه ب 12 قرش، ب 15 قرش، ب 20 جنيه، وات ايفر بالرقم. فابدا ان اطلع واقول في الاخر، بس امتى؟ بعد ما اقيس كل مدخل وكل اجراء ابدا اضع عليه ما يسمى بمؤشرات الاداء على كل نقطه، من اول المدخلات ثم اجراءات ثم المخرجات ثم النتيجه اللي هي الاوت كام. طيب ايه الفرق بين الاوتبوت والاوتكم؟ مين يقول؟ طب عايزين نسمع كده حد بصوت، نغير المود شويه، حد يرفع ايده ونشوف ايه الفرق بين الاوتبوت والاوتكم. استاذ احمد يلا حد اتفضل. باشمهندس محمود اتفضل. سمعني حضرتك؟ ايوه يا فندم الصوت. اتفضل هندسه. اتفضل. الفرق بين الاوت بوت والاوت كم، لو انا بعمل مشروع مدرسه مثلا او مستشفى، الاوت بوت بتاعي او المخرج بتاعي هو المدرسه او المستشفى، المبنى نفسه. الاوت كام هو المردود والعائد اللي جه عليا، سواء العائد ده كان عائد تعليم اجتماعي او عائد مادي، ان انا عايز ارفع نسبه، اقلل نسبه الاميه، ان انا اقلل نسبه البطاله، ان انا ارفع نسبه الصحه، ده هو المردود اللي انا محتاج ان انا انتظره او احصله بعد كده يعني. تمام، الله ينور عليك. تمام، الفرق يا جماعه بين الاوت بوت والاوت كام. طيب حد تاني نسمع منه؟ باشمهندس عمر. باشمهندس عمر الاوت كام. ايوه اتفضل. سمعونا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الفرق بين المخرجات والنتائج او النتيجه، الاوت بوت والاوت كامز. المخرجات هي النتائج المباشره للانشطه، النتائج المباشره للانشطه، بينما الاوتكمز او النتائج بعيده المدى هي المحصله النهائيه للنشاط. مثال على ذلك عندنا في المنظمات مثلا نشاط توزيع سلال غذائيه، توزيع سلال غذائيه للنازحين. فالمخرجات حصول النازحين على سله غذائيه تحتوي 50 كيلو دقيق، 50 كيلو سكر، الى ذلك. مخرجات حصول النازح على سلة غذائية أو حصول 50 أسرة على سلة غذائية تحتوي كذا كذا، هذه مخرجات مباشرة بعد النشاط. أما النتائج فهي محصلة نهائية، والمثال السابق أي تحسن الوضع المعيشي لدى 50 أسرة من النازحين، أو نقول تخفيف مستوى المعاناة المعيشية لدى 50 أسرة من النازحين. جميل، تمام، صح، الله ينور. تمام، ممتاز، هذا ما عندي، شكرا لكم. العفو يا فندم، ربنا يكرمك. طيب المهندس محمد جد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام.
الاوتبوتس هو البرودكت نفسه اللي انا بطلعه من المشروع او الحاجه الفيزيكال يعني الفيزيكال برودكت او الريزلت بتاع المشروع بتاعي. الاوتكم هو الافكت بتاع البرودكت. يعني انا مثلا لما عملت محطه كهرباء هل انا اديت الخدمه للناس؟ هل حصل تغير في المكان اللي انا موجود فيه اللي هو التاثير البرودكت دوت على الهدف اللي انا كنت عامله عشانه؟ يعني انا كنت بعمل محطه كهرباء عشان انور المنطقه ديت او عشان اخدم بعض المصانع، فهل التاثير ده حصل ولا لا؟ وانا ممكن اعمل محطه كهرباء ما اعرفش اوصل كهرباء للناس يعني. فالاوتكم هو ده النتيجه بتاعت المنتج نفسه يعني. بس الله ينور. تمام جميل. طيب خلينا نقول ان الاوتكم هنكمل بقى. الاوتكم اللي هو العائد اللي حصل متعلق فعلا بالهدف الاستراتيجي اللي انا هدفي اصلا انا عايز اعمل ايه ووصلت له. فاضرب لكم مثال بقى مبسط للناس اللي سمعت الفيديو. انا النهارده مزاجي يعني مش قوي، تمام، فعايز اشرب شويه قهوه يعدلوا لي مزاجي. انبوت بتاعي البن نفسه، تشوف البن والله بن الباجه بقى ولا بن نوع بالظبط، قهوه تركي قهوه عربي، تبدا تشوف النوع نفسه وتقيس المدخلات. طب الاجراءات لما تيجي بتحط القهوه الماشين بتاعتي اللي هتكون موجوده، طب في الاخر الاوتبوت القهوه طلعت بوش وشكلها كويس ودقتها لقيتها كويسه، ده اسمه مخرجات او اوتبوت. طب ايه الاوتكم بقى؟ شربت القهوه بقى وجالك مزاجك بقى، ده اوتكم. رحت قلت للناس يا جماعه القهوه دي ممتازه فالناس جابتها، ده برضه يعتبر اوتكم. الاوتكم فعلا متعلق باهداف استراتيجيه زي ما الزملاء قالوا، متعلق ب في النقطه قالها الزميل جميل قوي الاخيره دي، بالبنفيتس او المنفعه اللي تمت فعلا. احنا عم نعمل الموضوع يبقى هي ايه بنفيت فعلا. الله ينور عليكم، ده كلام جميل جدا ومحترم جدا جدا. تاخد بقى شويه امثله. ايوه الدماغ تتظبط والاوت كم عندنا. طيب نبدا مع بعض مع نقطه الانبوت. الانبوت اللي هو المدخل بنقيس فيه الاوتبوت فعلا ديليفر، بنقيس الكوانتيتي او الكواليتي بتاعه الانبوت ريسورس تو اورجانيزيشنال اكتيفيتيز. في الغالب يا جماعه بتكون هيومن ريسورسز، بتكون فاينانشال ريسورسز، بتكون انفراستراكشر. نقول تاني، الانبوتس بتاعتي هيكون عندي عماله، هيكون عندي فلوس، هيكون عندي انفراستراكشر برودكت معايا، محطات افيلبل. طيب هيومن ريسورس ممكن يكونوا موظفين امبلويز، يبقى انا هبدا اقول والله عدد الموظفين اللي موجودين قد كده، يعني احنا النهارده في خدمه العملاء، فعايز اشوف الانبوتس بتاعتي اللي تضمن لي خدمه عملاء جيده. فاقول لك والله انت لازم يكون عندك ثلاثه امبلويز في خدمه العملاء اليومن ريسورس انترنال فعلا او اكسترنال. يبقى انت هقول لك حاجه، اول حاجه اسالك انت عندك كام موظف في خدمه العملاء؟ فانت تقول لي ثلاثه او اربعه او خمسه، فانا هكون حاطط لك كي بي اي بالمناسب وابدا اعدهم لك بقى، لان ده اول ضمان واول فكره انك تعرف تعمل خدمه عملاء ان يكون عندك موظفين عددهم قد ايه. ده جزء من الموضوع. ممكن يكونوا عدد الكواليفايد امبلويز، الله ينور، حسب عدد طلبات الاحتياج. طيب عدد الكونسلتنتس، احنا النهارده قلنا ان احنا رايحين هناخد من الكورس ده مجموعه وهنروح بيها نعمل استشاره لشركه من الشركات. يا ترى احنا كام واحد؟ كام كونسلتنت هيعملوا الموضوع؟ يعني لما بييجوا يعملوا، عارفين انتوا في سمعت طبعا الفاليو انجينيرنج، يبقى ليها عدد معين لازم يكون في كل الاقسام، ويبقى في واحد مقيم او بيسموه مقيم بتاع فاليو انجينيرنج، وايه ويبقى مفروض عدد معين عشان يقدروا يحصروا مشروع طرق مثلا او مشروع كونستراكشن، فهو لازم يكون في عدد معين، فلازم يكون في عدد معين. ده انا هبدأ اعده طبقا للستاندردز بتاع الاندستري دي، عدد البروجكت تيم. يعني انت في الاول هتشوف انت معاك كام واحد، زي انت عايز تدهن شقه فبتشوف كام واحد معاك. فاينانشال ريسورسز، انت هتصرف على قد ايه؟ البادجت، الضمانات، القروض، في يكون المدخلات بتاعتك عشان تبني مثلا برج او كده. الانفراستراكشر،
انت بتقول ان المصنع بتاعي عايزه ينتج مثلا منتج معين. طيب النهارده انت عايز اسالك، هو انت اللاين بتاعتك الافيلابل قد ايه؟ طب احنا عايزين ننتج قد كده كهرباء للبلد. طب انت المحطات الافيلابل قد ايه؟ فلازم الاول ابدا اشوف الانفراستراكشر، وده اللي بيبقى موجود في يعني اضرب لكم مثال بسيط قوي. لما بييجوا ياخدوا البلد المنظمه لكاس العالم مثلا حاجه رياضيه، بيبقى ضمن الحاجات الاساسيه الانفراستراكشر. طب ايه يا عم، هو يلعبوا في ملاعب كوره؟ لا لا لا، الله ينور عليك، ده انفراستراكشر. ازاي الناس، الترافيك بتاعك، انتقال الناس، هل فعلا هنقدر نمشي مليون واحد ولا 100,000 مشجع هيجوا البلد، او مليون وتفر يطلعوا قد ايه، ويبقى لهم فنادق تشيلهم، ويبقى ليه هيبقى عندك فنادق تستحمل، وعندك طرق تستحمل، وعندك استادات تستحمل، وعندك كل دي اسمها انفراستراكشر. هتبقى دي اول انبوتس قبل ما اشوف، قبل ما اقيس بعد كده البروسيس اللي انت تعملها عشان تشتغل مع الناس، الاوتبوت بتاعك هيبقى شكله ايه. لازم الاول ابص على الانفراستراكشر بتاعك علشان اشوف هل انت فعلا تقدر تعمل العمليه دي او البروسيس دي، انك انت تستحمل وجود جمهور عندك وتنظم الشغل بتاعه، ويبقى في ناحيه امنيه مظبوطه، ويبقى الدنيا ماشيه تمام. كل ده بالنسبه لنا هيبقى في اللوجيك موديل، اول نقطه في المدخلات لازم ان انا اقيسها قياس كمي او نوعي على حسب الانبوت ريسورسز بتاعتي في الاورجنايزيشن. طيب يا جماعه، شيكنا على الانبوتس، محتاجين نبص على البروسيس. لازم نبص على الكوانتيتي او الكواليتي اوف ذا اكتيفيتي ريكوايرد تو بروفايد سيرتن اكسبكتد اوتبوتس. يعني ايه يا جماعه دلوقتي البروسيس بتاعتنا اللي تقدر تطلع لنا الاوتبوت؟ والله النهارده دايما قال لك الترانسفورميشن في التايم يوتيلايزيشن ريتس، قال لك والله في الغالب بتبقى يا اما بنشتغل تايم عشان نراقب البروسيس، او معدلات اليوتيلايزيشن المنفعه من المعده اللي موجوده. طيب التايم بقى، نيجي نقول والله احنا هنحط كي بي اي اسمه الاون تايم ديليفري فاسينيشن. ايه ده يا جماعه؟ بالنسبه لي ان انا لما اجي اقول والله انا هوصل المعده دي او الطلبيه دي في قد ايه، او التايم تو فاينلايز تاسك. يعني ان انا عندي مثلا 10 تاسكات النهارده خدتهم، استغرقت فيهم تمن قد كده، هب تايم قد كده، هبدا اقسم على التاسكات على التايم بتاعي، واقول كل تاسكايه، معلش اصطلاح تاسكايه ده، كل تاسك كان بالنسبه لي خد تايم قد ايه. يوتيلايزيشن، نسبه استهلاكي للاكويبمنت، نسبه الاستنفاع منها، الترانسبورتيشن كباستي بتاعتي يوزد انا هستعملها قد ايه، او اقدر ان انا كباستي خدت منها قد ايه. كل دي بالنسبه لي انا ببدا اقيس البروسيس والعمليات. ممكن اقيس الاوتوميشن في المؤسسه، ان انا النهارده بدات ان انا اعمل نسبه الاوتوميشن، ان انا نو بيبر، ما فيش بيبر بالنسبه لنا، وكل الشغل هيبقى ايه، اوتوميشن. ندخل على الاوتبوت. الاوتبوت زي ما قالوا الجودز او السيرفيس او الديليفرابل اللي خرج من عندي. بعد ما انا قست الانبوتس بتاعتي اللي هو الريسورسز اللي موجوده، وقست البروسيس سواء كانت مبنيه على تايم او مبنيه على يوتيليتيز، فهبدا ان انا ابص على الاوتبوتس. الاوتبوتس برضه بيقيس السيرفيس بتاعتك اللي انت اشتغلت عليها. قال لك والله دايما بيبقى فيها، دايما بتكون يعني نتائج معدوده. يعني مثلا عندك عدد البيشنت، عدد المرضى اللي خفوا، الايتمز برودوسد، كل دي بالنسبه لنا لوجيك موديل، السكراب جنريتد. يعني النهارده لو انا في ورشه وعندي خرده، فابدا اقول والله عدد القطع اللي هي الخرده اللي عندي، او نسبه الخرده قد ايه،
البيلت بتاعتي اللي انا بنيتها، كل ده اوت بوت يعني نتاج للشغل بتاعي، فابدا ان انا ابص على الاوت بوت. ندخل بعد كده على النقطه الرابعه. يبقى النهارده بنقيس المدخلات، العمليات، المخرجات، ثم الاوت كوم العائد اللي بيقول لك انت فعلا حققت الاوبجكتيف ولا ما حققتوش. بيبص على الريزلت اشيفد اللي فعلا اتحقق ثرو بروفيجن اوف جودز اند سيرفيسز. قال لك دايما بيتكلم عن حتتين، عن ادد فاليو وعن امباكت. الاوت كوم يا اما يكون ادد فاليو، ودي خلي بالك يعني انت قيس اي حاجه في حياتك. انا النهارده رايح اشتغل في مكان، هل المكان ده هيأدد فاليو ليا او انا هروح أأدد فاليو فيه؟ طول ما انت بتأدد فاليو في المكان فدي قيمتك، ده بالنسبه لك انت بتأدي العمل اللي انت بتأدد فاليو، يعني بتضيف لهذا المكان للفاليو بتاعك. فانا أأدد فاليو ببرودكت، أأدد فاليو بسيرفيس، أأدد فاليو بخبرتك. طيب او امباكت تأثير، نبص كده على التأثير. قال لك والله نسبه الايه الانسيدنس اوف ديزيز امراض، المورتاليتي ريت، الجرادويتس امبلويمنت ريت، نسبه الايه الناس اللي متخرجين او توظيف المتخرجين اللي هم متخرجين. ادد فاليو سيفنج جيبا انفيجن ايديز، لما يبقى في عندك عملنا مجموعه افكار والافكار دي ادت لي ان انا قللت او عملت سيفنج للكوست. نسبه الكاستمر ساتسفاكشن هتكون برضو من الاوت كم في الاخر، رضا العملاء لما حسينا المنتج. نسبه النت كوز النت بروموتر كوز سكور برضو، كل دي هتبقى بالنسبه لي الاوت. طيب تعالوا كده ناخد مثال بقى، واحد يعني امثله من الاول للاخر. نبدا مع بعض مع المثال بتاعنا. في مجموعه فنادق عايزه تحسن خدمه العملاء، بدا يحطوا الناحيه الشمال كده الاوبجكتيفز. يا ترى ايه هي الاوبجكتيف بتاعتي؟ قال لك والله احسن الكاستمر ساتسفاكشن وذ سيرفيس ليفلز، هنحسن رضا العملاء عن الخدمات المقدمه او مستويات الخدمه. طيب يا جماعه يا ترى ايه اللي عندي يعتبر انبوتس او مدخل بيقدر اقيسه عشان اعرف انا احقق الموضوع ده ولا مش عارف احققه؟ اول حاجه يقول لك شوف لي عدد الكاستمر سيرفيس ريبريزنتيف. مين دول يا جماعه؟ عدد ممثلي خدمه العملاء. ما انا النهارده علشان اقدر اخدم العميل خدمه جيده لازم يكون في عندي مينيمم في عدد خدمة العملاء بتوعي. رقم اثنين، نسبة الكاستمر انجيجمنت بادجت. لازم يكون عندك بادجت بتقدم بقى اوفر، ممكن تعزم كبار العملاء في مطعم مطاعم، ممكن تجيب لهم هدايا زي اللي بيقدموها في اول السنه وتفر الكلام ده. ما انت النهارده عايز تحسن خدمه العملاء فمحتاج انك انت تبدا تعمل انجيجمنت للكاستمر او للتي كاستمر اللي هم الكاستمر الكبار قوي، تعمل لهم انجيجمنت. فلازم يكون في بادجت للامر ده، فهتبدا تقيس البادجت بتاعه الايه الكاستمر. يبقى النهارده اول نقطه هنقيسها عشان تتاكد انك ماشي في طريقك صح، اول حاجه هتبدا تقيس المدخلات. هتقيس عدد ممثلين الخدمه والبادجت المحطوط ليهم. تدخل بعد كده وتشوف التايم انسر تو ان انكوايري. لما الراجل بيشتكي من حاجه متوسط الوقت لغايه ما بنجاوب له على السؤال بتاعه قد ايه؟ طيب التايم تو انسر ان انكوايري ده القبيه بتاعته سالبه ولا موجبه؟ قبيته سالبه ولا موجبه؟ كلنا انتوا قبيه الوقت للاجابه سالبه ولا موجبه؟
تمام. حد شايف انها موجبه؟ لا طبعا، فعلا كلامك صح، فعلا سالبه. ليه سالبه؟ لاني كل ما قللت الوقت كل ما كنت انا ماشي في الاتجاه الصح. طيب عدد الميتنج وذ كي كاستمرز دي قبيتها سالبه ولا موجبه؟ ممتاز، موجبه. ليه؟ انا كل ما زودت اجتماعاتي مع الكي كاستمرز دول كل ما كنت انا ماشي ناحيه الصح، فانا هبدا اقيس الميتنج او عدد الميتنج وذ الكي كاستمرز. بكده انا رجعت البروسيس من ناحيتين، اولا تايم انسر انكويري، بعد كده عدد الميتنج بتاعي. طلع لي في الاخر الاوتبوت بتاعي، هبدا اراجع بقى واخد تقاريري نسبه السولفت انكويريز. يعني النهارده يا جماعه الناس كان عندهم ظهر لي في الشهر ده 50 مشكله، كم في المية منها اتحلت؟ طبعا دي واحدة حينية مجرد. طيب ايه تاني؟ قال لك كم client needs identified. واحد كان جاي في الفندق فطلب طلب مش موجود، فبقت ان انا احط طلبات جديدة واطور الشغل بتاعي. نفترض في كلاينت نبهنا انك لازم تحط لي فوطه زياده مثلا اي حاجه في الفندق، موجبه طبعا. لازم يكون في مفتاحين للباب، لازم يكون المفتاح معايا عشان مشاكل وتفر طلبات اللي عميل. كم بقى كم طلب للعملاء انت نفذته؟ ما هو انت يا فرحتي عملت ميتنج وعملت بادجت وفي الاخر ما فيش اي حاجه انت ما تسمعهمش اصلا. فهي دي ايه؟ الكلاينت نيدز ايدنتيفايد، دي تعتبر برافو عليكم، ايجابيه. ليه؟ كل ما زودت الايدنتيفايد ولبيت طلبات اكتر كل ما كنت انا ماشي بالاتجاه الصح. الاوت كام بتاعي الكاستمر ساتسفاكشن، الناس راضيه عني ولا لا؟ ودي فيها اختلاف بين العلماء. يعني بعض العلماء بيعترض على حته الكاستمر ساتسفاكشن دي اوت كام، دي اوت بوت. ما علينا، حتى انا في الفيديو قلت ان هي الكاستمر ساتسفاكشن رضا العملاء دي اوتبوت. ما علينا، يعني في الاخر انا كسبت الرضا في نتيجه بعدها كمان اوت كام بقى، يعني لازم دي اوت كام. اوت كام نسبه الريتيرنينج كاستمرز. في مطعم بدون ذكر اسمه، المطعم ده يعني بصراحه كل ما قابل واحد يحكي لي عنه راحوا مره واحده، وانا فعلا رحت مره واحده ومش عاجبني، وكل اللي قابلتهم راحوا مره واحده ومش عاجبهم. فانا عايز اعرف لما بييجوا يعملوا بقى احصائيه عن نسبه الريتيرن، وطبعا ما حدش بيحسب الناس اللي موجوده، ده مش هتلاقي اصلا 0% نسبه الريتيرن من كاستمرز. اعتقد كده المطعم ده هيقفل بعد ما كل الناس تزوره المره الاولى. مهم قوي ان العميل لما يجي لك مره يجي لك تاني، وده بسبب وورد اوف ماوث او انطباع الشخصي، يجي لك مره ثانيه. فلازم تحسب قوي نسبه الريتيرنج كاستمرز، ان دول معناها ان هم مصرين على المنتج بتاعك ويشتروه مره واثنين وثلاثه واربعه. ندخل على المثال الثاني. بالظبط، استدامه التطوير صحيح. نسبة العملاء الدائمين، الله ينور، العملاء اللي بيجوا بيكرروا دايما اللي هم معاك، فمعناه ان هو في استدامه وهو دايما شغال معاك على طول او ولاؤه ليك. ده الناس دي بنعتبرها ان هي بروموتر بالنسبه لي، بروموتر يعني مسوقين او مروجين للفكره بتاعتي. طيب ندخل بعد كده عندنا في موضوع السيفتي. مدير مشروع انشائي وعايز بقى يريد بناء بيئه عمل، بيئه العمل دي تكون امنه. يا ترى ايه هو الهدف بتاعه؟ هيبدا يبص على الهدف بتاعه هو الايه؟ البيلد سيفتي وركينج انفايرمنت. الانبوتس بتاعتي هي البادجت. البادجت الترند بتاعي او القبيله بتاعتي مجابه ولا سالبه؟ الـ
ذكرت نقاط زي فكره سبرنتس اللي بتاكد على المرات زياده. تمام. ما هو هي الشركات بتنفذها بطريقه اخرى، تعرف انت رحت لها كم مره، ان دي ده مؤشر جميل ومهم قوي، ان تعرف مين اللي بيجي لي تاني وتالت. على فكره انت ما جيتليش تاني والنسبه قلت فعندك مشكله. البادجت لا مجابه، مجابه يا جماعه مش سالبه. انا بصرف علشان يعني هصرف بقى مجابه، هصرف معدات بقى الخوذه والهدوم المخلطه الحريق والجوانتيات والسيفتي شوز فعلينا نشتغل بقى كل بقى المعدات نفسها، هصرف علشان احقق البيئه. فدي بالنسبه لي انبوت متخيل. التيم بتاعي هجيب ناس مدربين وهيشتغلوا معايا برضو مجابه. طيب عندك تايم تو ريميديت اتش اس سي اوديت فايندنجز، يعني عدد المرات او الوقت كل ما بتلاقي عندك مشكلة، يعني الوقت اللي انت في الاوديت بتطلع فيه مشكلة. بمعنى ايه؟ يعني انا طلعت مشكلة النهاردة، بعدين طلعت مشكلة بعد بكرة، بعدين طلعت مشكلة بعد كده، مثلا اعتبر تايم يومين، ولا ممكن تايم ثلاث ايام بين كل مشكلة او مشكلة بنلاقيها او كل بروبلمز عندك، 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة. طيب المؤشر ده مؤشر سلبي القطبية أم موجب؟ سلبي ولا موجب؟ هو بس بيعرفني عدد المشاكل. لا هو ما بيعرفكش عدد المشاكل، بيعرفك التايم. هو عايز كلمه ريميديت دي يعني معالجه الحاجات اللي بتلاقوها، فهنا هي دي مشكله بس في الكلمه دي. فهنا خلي بالك الوقت اللي انا بعالج فيه، اصل هو معلش الوقت اللي انا بعالج فيه الحاجات اللي بيقابلوها او بتبقى فيها مشاكل الفايندنجز نفسها. فكل ما الوقت ده قل كل ما ده بقى ايه؟ حاجه كويسه. جميل قوي. يبقى هنا سالب زي ما انت قلت. كل ما الوقت قل ده مش وقت ايجاد المشكله، لا ده وقت معالجه المشاكل في بيئه الايه السيفتي. فكل ما كان الوقت قليل اللي بعالج فيه المشاكل اللي بتظهر كل ما كان انا بالنسبه لي تمام. فلذلك القطبيه بتاعت هذا المؤشر قطبيه سالبه. كل ما قل الوقت بيكون مر سالبه. الوقت بيكون قطبيته سالبه يعني مش عارف، في الغالب في كتير بيكون سالبه بس ما اعرفش في كل حاجه ولا لا. خلينا ايه ما نحطش حاجه اتش اس اس اي هيلثي. طيب تمام يا فندم. هيلثي سي اند سيفتي. مش متذكر الاس اس اي الثانيه، حد فاكر الاختصارات؟ مش جاي في بالي. هي هيلثي وسيفتي اند سيفتي، مش متذكر الاس اي الثانيه. سكيورتي هيلث سكيورتي انفايرمنت. تمام هيلث سكيورتي انفايرمنت، هيلث سيفتي سكيورتي انفايرمنت. تمام اتش اس اس اي. تمام طيب هيلث سيفتي سكيورتي انفايرمنت. الله ينور. عدد الانسيدنت انسيدنتس ريكوردد، الانسيدنتس ريكوردد عدد المشكلات اللي هي الحوادث اللي حصلت عندك، ده موجبه ولا سالبه؟ يعني سالبه ليه؟ انا عايز ما يحصلش حوادث اصلا، ده قطبيته سالبه. انا نفسي ما يحصلش اي حوادث، نفسي يبقى صفر. فده بالنسبه لي هنا برضو ده الاوتبوت بتاعي. المخرج بتاعي بعد ما انا عملت الحمد لله
حصل ديكريز في الانسيدنس ريكوردد، عدد الحوادث نفسها قل. ايه بقى الاوت كام؟ العائد بتاعي بقاش عندي بقى تايم بفقده علشان السيفتي انسيدنس، فانا فبقى ايه بقى في ديكريز للتايم لوست، يعني ما بقاش عندي تايم انا بفقده برضو. ده نفس الفكره، ده بالنسبه لي قضيته ايه سالبه. طيب تمام، كومبنسيشن ديكريز، الله ينور. ندخل على اللي بعده. لا اللي بعده سالب. طيب هو ماشي لحظة كده. في شركه، قبل بس في حد يستفسر استفسار ارد عليه بس. سالب تعني بيئه غير امنه، قصدك كل ما تقل، كل ما يقل التايم حاجه كويسه، كل ما يقل التايم بتاع اللي انا بفقده عشان الحوادث يبقى فيه مشكله. احنا بنقصد بالسالب ان انت كل ما قللت، كل ما نزلت مكان قليل، كل ما كانت الدنيا ماشيه كويس، كل ما زاد كل ما كان فيه مشكله. تمام يا فندم. ندخل على النقطه اللي بعدها. شركه عندها هدف استراتيجي ان هو يحصل زياده في ساعه الانتاج، فهو حدد الهدف بتاعه بكل اريحيه، هو expand production capacity. الانبوتس بتاعته زي كل مره، انا عشان اعمل حاجه زي كده عدد البادجت، او سوري الفلوس في البادجت، فلوس النهارده علشان نزود الانتاج محتاجين فلوس، نزود الانتاج محتاجين كونتراكتورز، ناس تيجي لنا صيانه، ناس تشتغل معانا، ناس تعالج مشاكلنا، ناس تزود تحط لنا خط انتاج تاني، فيبقى في مجموعه كونتراكتورز قد يكونوا هنا يكون انبوتس. equipment available، في يكون في عدد من equipment available هيزيدوا معانا، فانا هبدا اقيس كل انبوتس دي. الا ايه البروسيس؟ زياده استثمار هام لزياده الارباح. جميل. ايه الموقف الريسك اسسمنت في مشروع لتقليل الحوادث وزياده السيفتي؟ الريسك اسسمنت هنا هتبقى هي البروسيس اللي هعملها. ما انا بعمل ريسك اسسمنت، بخرج منه بمجموعه اكشنز او اجراءات او بروسيدرز. الاكشنز دي اللي احنا بنسميها ريسك ريسبونس، فالريسك ريسبونس ده هيكون هو بالنسبه لي البروسيس اللي انا هعملها. معايا؟ عشان كل علم داخل الواحد ماشي في سكه بس بيصب على التاني. طيب زياده استثمار هام بالظبط، زياده استثمار هام زياده الارباح بالظبط اللي هي البادجت. تايم تو بيلد نيو برودكشن فاسيلتي، يبقى انا محتاج بروسيس، يبقى عندي هبدا اشوف والله ايه الزمن اللي انا هخلص فيه البرودكشن فاسيلتي بتاعي. كل هنا ما قل التايم كل مكان انا قربت اكسب. يعني النهارده يبقى في عايزين نعمل مثلا، بس هنا خلي بالكم هيبقى في فاكتور في حاجه ثانيه في الكواليتي. يعني انا مش هقدر ابص للبروسيس دي او ده مثال لاحد الكي بي ايز بتاعت البروسيس. اتذكر احنا كان في محطه في مصر اسمها محطه الشباب اتعملت في 7 أو 8 شهور، كانت زمن خرافي اللي كانت قايل بيها شركه الخرافي. تمام كده. ف كتايم، لان كان ساعتها في وزاره الكهرباء في مصر كان في حاجه اسمها الخطه الاسعافيه. ايوه في اسماعيليه، الله ينور عليك، الخطه الاسعافيه والخطه العاجله، كان في خطتين مشوا ورا بعض كده، فكانت على طول مستعجلين، فبنعمل مشروع بنظام التيرن كي بروجكت
الترم كي بروجكت بنروح لمقاول يا باشا ابننا المحطه فكان زمن ممتاز. بس بعد كده بدات تفكر من ناحيه الكواليتي. البانش ليست بقى اللي انا طلعت بيها البانشات نفسها قد ايه وايه البروبلمز اللي موجوده والتهريبات، نبدا بقى نبص بصه ثانيه للموضوع. لكن ده بالظبط 6 شهور او 7 شهور ماشي كمان صار زياده بقى. فكان زمن يعتبر زمن قياسي جدا جدا في عمل محطات التوليد، لان محطات التوليد بتقعد من سنتين ونص سنتين سنتين ونص، خاصه البخاريه يعني هي محطه دي مركبه، فكان في زمن قريب جدا جدا. فالنهارده التايم ده هيكون احد الفاكتورز اللي انا هبص عليها. يبقى ده كايه كبروسس، هقيس بالبروسس. طب الاوتبوت بتاعي عدد النيو فاسيلتيز بيلت، يعني اتبنى كام وحده، اتبنى كام خط انتاج. فانا والله طلع 3 خط انتاج، ده الاوتبوت بتاعي. طب الاوت كام بقى؟ انا كنت بنتج 400 علبه في اليوم، لما زادت خط انتاج يبقى دلوقتي نسبه الزياده 500، نسبه 500 على 400 يبقى ده بالنسبه لي هو الاوت كام. فانا ببدا ان انا احط من كل واحد كي بي اي، بحط التارجت بتاعه في الايه المسؤول. طيب طيب قبل ما ناخد التمرين ده، حد كده عنده تعليق، عنده استفسار، عنده سؤال؟ ارفعوا ايديهم كده. وايه والباشمهندس اخترنا او ناخدهم واحد واحد. حد عنده سؤال يا جماعه؟ حد عنده تعليق؟ عنده اي عايز يقول لنا اضافه يعلق يحكي لنا كيس استادي عنده، حاجه في اللي قلتها عايز يوضحها او يناقشنا فيها؟ طيب تعالوا كده نشوف مع بعض. اتفضل يا فندم. اتفضل يا باشمهندس محمد. ممكن تاني احيانا الحوادث الصغيره بتكون مؤشر ايجابي لجود بعض الخطر. لا في فرق، في فرق. الحادثه شيء سلبي بعدها انا، ما هو ده فايده الكي بي ايز بقى يا هندسه. فايده الكي بي ايز احنا ان هي بتعالج المشكلات، فهي في حد ذاتها ليست ايجابي، لكن هي لما بتظهر ببدا ان انا اعالج بيها تاني، فبيبقى اثرها ايجابي بعد كده. والايجابي مش الحادثه، الايجابي هو ان انا عامل نظام للكي بي اي وابدا اطلع منه المشكله فين، ومن المشكله بشوف هل المشكله في الاجراء ولا المشكله في اي مكان، ثم نخرج منه بالمعالجه. اكيد المعالجه تكون ايجابيه، ما انا ما ده الاساس، اساس الكلام المعالجه ايجابيه، لكن هناك الحوادث حادثه في حد ذاتها شيء سلبي، وانا عايز اقلل عدد الحوادث. ممكن الاوت كام في بعض الحيام يكون خارج نطاق العمل عندي، جميل قوي صح وارد. يعني هقول انت بتسلم عميل كلاينت، الاوت كام الراجل مثلا اداني موبايل، فالاوت كام هيكون فيه جزء الفلوس وجزء الثاني انا بقى الاوت كام ان مثلا الموبايل ده شغال وعامل نجاح غير مسبوق والناس وخد سمعه كبيره جدا. الفرق بين النموذج المنطقي الاجابه ورد فعلا تمام. ما الفرق الاطار المنطقي؟ الاطار المنطقي مش متذكر الاطار المنطقي اللي هو ايه؟ لوجيك فريم ورك. طيب ابقى اشوف لو حضرتك تذكرني الاطار المنطقي بيتكلم عن ايه، او ابقى اشوف بس المصطلح، المصطلحات قريبه من بعضها جدا، يعني مش متذكر ايه معنى الاطار المنطقي. لقد قد يكون هو نموذج، لكن الله اعلم، عشان برضه انا مش قادر اميز بينهم. بالظبط الايجابي في الحادثه هو معالجتها. الله ينور عليك، تمام. هو ده اللي احنا بنعمله. هو احنا النهارده بنشتغل على الكي بي ايز علشان تظهر ما لنا مواضع الخلل فنقوم بمعالجتها. عشان يعني ما هو النهارده احنا، طب بص خليكم معايا كده، بصوا على، معلش نرجع للصفحه اللي قبل كده، الصفحه اللي قبلها معلش. يعني النهارده لما يكون عندي في مشكله مثلا في التايم في بناء الـ او عندي مشكله مثلا
في البادجت، عندي مشكله في الاكويبمنت افيلابل، مش دي طبعا هتاثر على الوقت، هتاثر الوقت هياثر على النيو فاسيلتيز. وهي دي الفكره، انا كل واحد من دول هبدا اراقب الكي بي ايز بتاعته علشان كل واحده بتسلم الثانيه. فالنهارده لو عندي مشكله في الاوتبوت، طب ليه؟ يبقى في مشكله في البروسيس، برجع تاني وابص على كل الكي بي ايز الخاصه بالبروسيس. طب في فاهم النهارده مثلا لو اللي قبلها بتاعت الحوادث اللي احنا بنتكلم عنها، معلش يا باشمهندس، اللي قبلها بتاعت السيفتي يا باشمهندس احمد، ايوه جميله اه بالظبط، لا لا بتاعت السيفتي، ايوه برافو سيفتي تمام. هو اللي بتقول على ايه؟ الحوادث اللي مسجله حاجه ايجابيه، ده الكلام كان اتقال لي كده، هو مش ايجابي. اول ما هتظهر عندي كده هبدا ابص على البروسيس، اكيد في مشكله في البروسيس. لا طبعا مش البروسيس مش دايما مرتبطه بالتايم، هتكون مجرد بطريقه بالاجراء نفسه اللي موجود. يعني ممكن البروسيس مثلا تكون كميه تهريب في مكان، بروسيس ممكن تكون عدد الاخطاء اللي بتتم في العمليه، عدد الاوديتس. فالنهارده لما تبص على الحوادث ارجع شوف، ارجع شوف مثلا في البروسيس عدد الكواليتي السيفتي اللي انت بتعمله، عايز مثلا الاوديتس اللي بتعملها على الموظفين او على العماله. النهارده انت الناس بتوع السيفتي، فريق السيفتي بتاعك ما بيعملش اوديتس على الناس، اوديت على الناس ما بيعملش اوديت على ملابس السيفتي بتاعتهم، فالحوادث زادت. ما بنرجعش اجراءات العمل في اول بدايه اي عمل، اول ما امر الشغل يطلع في حصه كده صغيره كده للسيفتي. الشركات الكبيره بتطبق حاجه زي سيشن صغيره جدا، ميني سيشن. فدي النهارده لما تكون موجوده بعدد كافي او كل واحنا بنتاكد انها بتتم، اكيد دي هتكون ليها عامل في تقليل الاكسيدنتس او الحوادث. اتفضل المهندس محمد جد الله. مهندس محمد جد الله اتفضل. السلام عليكم. انا بس دلوقتي انا في الكي بي اي عملت كي بي اي وعملت بطاقه اداء متوازن لكل قسم عندي في الشركه، يعني مثلا في مؤسسه فعملت كي بي اي لكل قسم. يعني امتى بقى احتاج اللوجيك موديل؟ يعني انا مش متخيل ايه ربط الموضوع بالكي بي اي، معلش يمكن ضعت شويه. يعني انا امتى هعمل لوجيك موديل اصلا للمؤسسه عندي؟ انا اصلا اوريدي عملت كي بي اي وعملت بطاقه اداء متوازن لكل قسم وحددت فيه بناء على الاوبجكتيف بتاعتي في المؤسسه، امتى بقى اعمل هحتاج اعمل لوجيك موديل؟ يعني او اهميتها ايه بالنسبه لي في الكي بي اي؟ جميل. اهميه اللوجيك موديل يا هندسه انك انت بتبقى خطوه من خطوات عملك ليه، يا اما بتكون خطوه من خطوات عملك البالانس سكور كارد. يعني النهارده انت حددت هدف في البالانس سكور كارد، تمام؟ هتطلع ازاي الكي بي ايز بتاعته؟ مش انت عندك واحده فيهم اسمها البروسيس؟ واحده فيهم اسمها الليرنينج؟ فانت يعني هتاخد كل هدف استراتيجي هتبدا تحلله للانبوتس بتاعته والبروسيس بتاعته والاوتبوتس بتاعته، ثم هتبدا تعرف تفرغ ده تاني فين في البالانس سكور كارد. يعني دي خطوه قبل ما اعمل البالانس كارد بتاعتي لكل نشاط، يعني او لكل قسم عندي في الشركه. يعني تمام، خطوه لتدقيق في، لو انت ما بص عندك اصل الامور دي خطا على التجربه. يعني انا ممكن اقدر احدد اهدافي بسهوله جدا، طب ولا ممكن ما اعرفش احدد اهدافي، فلازم امشي مع الموضوع خطوه بخطوه، ستيب باي ستيب. فاعمل بريك داون، الله ينور عليك مهندس عبد الله، اعمل بريك داون للكي بي ايز. فانا هحتاج ساعتها ان انا اعمل اللوجيك موديل ده علشان اعرف الانبوتس بتاعتي هقيسها ازاي، والبروسيس هقيسها ازاي، والاوتبوتس هقيسها ازاي، والاوت كام هقيسها ازاي بالنسبه لي. وبناء عليه اعمل الكي بي اي بطاقه الاداء المتوازن وزع للمكان دوت او للبرانش ده او للديبارتمنت ده بتاعي في المؤسسه الكبيره. يعني بالظبط كده هبدا اوزع بقى. بالظبط كده، احنا لسه هنتكلم عن نقطه المحاضره الجايه، ازاي نعمل كاسكيد. كاسكيد يعني ننزل من فوق لتحت، يعني نفس الاوبجكتيف نبدا ننزله على تحت.
تمام، ربنا يخليك يا باشمهندس محمد، شكرا جزيلا. الله ينور يا فندم. الباشمهندس استاذ درار بيقول لك اوقات بيكون نتيجه قياس احد المؤشرات هو مدخل لمشرخ. الله ينور عليك، كلام جميل، صح فعلا، رد جميل. واذا ما ظهرش عندي بشكل افضل بنتقل للخطوه التاليه. تمام بالظبط بالظبط كده. يعني انا ببدا اشتغل مؤشرات، بعمل لقدمه ببعضها، طب ما ظهرش ابدا ان انا اعمل عمليه بريك داون او ابدا اكسر من خلال ما يسمى باللوجيك موديل او النموذج المنطقي. خلي بالك كل اللي احنا بنقوله ده، اللي احنا بنقوله ده ونشتغله، هنرتب الافكار كلها في الاخر. يعني لان احنا بنتعامل مع اكتر من تول واكتر من اداه وبنشتغل بيها، فاسئلتكم مهمه ان احنا بنربط ما بين النقط وبعضها، بس برضه هنمسك خطوات خطوه بخطوه ونقول والله الخطوه رقم 3 الثلاثه دي هنعمل ايه؟ هنستعمل بالانس سكور كارد. طب ما عرفناش نستعمل بالانس سكور كارد، هنبدا نشوف اللوجيك موديل عشان نبدا نحلل ونكسر كل هدف الى مجموعه من الكي بي ايز بتاعته. جميل، ممكن نستخدم هو مدخل لبطاقه. تمام، هو اصل بطاقه الاداء بتعمل ايه؟ هدف، وابدا اخد منه مجموعه الكي بي ايز بتاعته. طب جميل، لو ما تيسرش عندي ان انا اقدر اعمل الكي بي ايز بطريقه بسيطه من خلال سوات ازز، او فابدا ان انا ادخل على ان انا اكسر من خلال الاجراءات اللي احنا بنتكلم عنها بتاع النموذج المنطقي. نيجي بقى على ايه؟ على اخر نقطة. مثال برضو. احنا النهاردة عندنا اوبجيكتيف، الاوبجيكتيف ده ان احنا بروفايد اكسس تو الكتريستي سيرفيسز، يعني احنا عايزين يا جماعة ندخل الخدمة في مكان، الخدمة الكهربية في مجال ما، نوصل محولات ونبدا نروح قريه معينه او مكان معين او بليس معين، عايزين نعمل له الاكسس ده. يا ترى ايه الانبوتس بتاعتي؟ اول الانبوتس ومدخلاتي هتكون يا ترى عدد الباور بلانت قد ايه؟ ليه؟ عدد الباور بلانت بيقول لي والله انت هتطلع مجموعه من الطاقات الكهربائيه، عدد محطات توليد عندك، عدد ميجا وات هتخرج منها، فده بالنسبه لي هيبقى احد الفاكتورز اللي هيكون موجوده في الانبوتس بتاعي. بلس انت معاك بادجت قد ايه؟ تمام؟ الالكتريشنز انت كام فني وكام هيكونوا شغالين معاك؟ دول عدد الالكتريشنز هيكونوا هم دول الانبوتس او المدخلات بتوعك. طبعا انا هبدا اركب محولات وهركب الفاسيلتي بتاعت الجزء الموجود. فهيكون من ضمن البروسيس التايم بتاع الستور ان الكتريستي فاسيلتي. يعني يا جماعه لما اجي اركب محول، حد يقيس المحول بيتركب في كام يوم؟ الجهاز الكهربي بيتركب في كام يوم؟ كمان احط عدد التكنيكال ايشوز، المشاكل الفنيه اللي ظهرت لي اثناء التركيب. يعني في حد لسه بيسالني هو لازم كل البروسيس تبقى تايم؟ لا طبعا، ممكن يكون ديفكتس اللي ظهر اثناء الشغل، بروسيس التكنيكال ايشوز اللي ظهرت وعدناها تاني. تمام، جزء السيفتي. ممكن تكبر باشمهندس احمد؟ ايوه باشمهندس، ممكن تكبر شويه كده ولا انا اكبر ليه؟ هو كده اكبر حاجه. طيب تمام. ايه يبقى انا اولا عرفت ان انا حطيت محطات كهرباء توليد يعني، وعندي بادجت. تمام، وعندي جزء بتاع عندي بادجت، عندي الكتريشنز يعني انا مجموعه فنيين كهرباء اشتغلوا معايا، البروسيس هبدا اشوف التايم عشان انستول ان الكتريست فاسيلتي، التكنيكال ايشوز اللي موجوده عندي هتكون ببدا ان انا اقيسها في البروسيس. طيب حاجه زي التايم تو انستول ان تيست فاسيلتي، هل ده قطبيه موجبه ولا سالبه؟
time to install an electricity facility. لسه في ناس بتغلط سالبه. هو في حد حط قال لك كل ما نشوف قاعده للتايم بالسالب خليكم لغايه ما نلاقي تايم بالموجب بعد كده. لا فعلا هو لغايه دلوقتي يعني مش قاعده احنا بس انا بقول له اعقل المعنى وشوف هي موجب ولا سالب. كل ما قللنا التايم كل ما انا كان فيه سرعه انجاز وكان بالنسبه لي الدنيا زي الفل. فلذلك انا قطبيه سالبه والتارجت بتاعي سالب. التكنيكال ايشوز برضه قطبيه سالبه ولا موجبه؟ برضه سالبه؟ اه ان انا كل ما قلت لا مش موجبه. كل ما قلت الايشوز والمشكلات الفنيه كل ما كنت يعني ماشي كويس. يا جماعه اللي بيحسب الموجب من السالب ايه؟ حط انكريز وديكريز. يا جماعه الحاله المثاليه بالنسبه لي اديكريز ولا انكريز؟ لو اديكريز يبقى سالب. حاله مثاليه. الله ينور عليك، كل ما قلت كان افضل. فانت بتدور على الافضل، فالافضل لو قل يبقى سالب، لو الافضل يزيد يبقى موجب. يعني طيب الاوتبوت بتاعتي الكتريستي ترانسميشن فاسيلتي انستولد، تم تركيب مجموعه درجة الحرارة مش في الغالب مش كي بي اي دي متريكس مقياس وان كان طيب لما نشوفها لو في حاجة كي بي اي فيها رينج يعني معرفش بس درجة الحرارة والله اعلم مقياس بس برضو ندرسها يعني فكرة وجود توليرانس في الموضوع ما نعرف ازاي موجب ولا سالب معرفش يعني ما شفتش حاجه قبل كده. طب هنا في الغالب الحراره المطلوب بنحاول نخليها قليله، كل ما كانت قليله كل ما كان يعني في الغالب بتسخن فكل ما كان قليله انا عارف طبعا هي رينج طبعا اساسي. الكتريستي ترانسميشن فاسيلتيز انستولد هنا ما هو ده موجب ولا سالب؟ موجب ولا سالب؟ ده موجب. تمام. طب عايز الموظفين في الشركة. عايز الموظفين في الشركة الفكرة اللي أنت بتقول عليها، لو أنا بالنسبة لي عايز الموظفين دي حاجة أنا عايزها والدنيا تمام، هيبقى موجب. لو أنا عندي هدف أوبجيكتيف بتقليل الموظفين مش في كتير قوي عايز يقلل الموظفين فساعتها هيبقى مؤشر سالب. يا جماعه ما احنا بنتكلم في علم مش بيحط ثوابت، ما عندوش شيء ثابت، هو في الاخر بيشوف الكيس اللي احنا بنتكلم عنها وعايز الموظفين هنا انا النهارده عايز اقلل الاعداد فبالنسبه لي هيبقى الاستراتيجيك اوبجيكتيف بتاعي الله ينور عليك الاستراتيجيك اوبجيكتيف بتاعي هو ديكريز الامبلويز بتاعي الله ينور برافو عليك انا بعمل ديكريز للامبريز او انا هنا قلت ان انا عايز احط العدد الكافي فساعتها هيبقى الطبيعي انه يكون موجب. فزي ما قلنا ان النقطه هنا هي نقطه الفكرة الواقع نفسه وربطه بالواقع. جميل. في الاخير بطلع ان انا بيحصل سبلاي للكهرباء وده كده هنا بيحقق ايه الاوبجكت. التناسل الطردي موجب التناسل العكسي سالب. الله ينور. تمام. طيب بكده يبقى احنا خدنا من اول الكورس خدنا الاهداف فرقنا بينها وبين الكي بي ايز فرقنا ما بين خدنا الانواع المختلفه للليد واللاج وخدنا الانواع المختلفه للليد واللاج والكواليتيف والكوانتيتيف و ايه تاني؟ هم اربع تصنيفات من الانواع اللي هم انواع مؤشرات الاداء، حد فكرني؟ الليد واللاج والكواليتيتيف والكوانتيتيف وايه تاني؟ حد فكرني نسيت الكفاءه والفعاليه جميل بس اعتقد هم ثلاث تصنيفات في 2 ب 6 طيب نشوف الحاله اللي هي
الناس بتتكلم على حاله اللي هي الحاجه اللي هي ليها ليميتس يعني. طيب هات حاجه معينه كده وندرسها، نوعي وكمي وكفاءه وفعل. جميل، ندرسها ونقراها مع بعض. جميل، كل المناقشات دي يا جماعه مهمه مهمه مهمه، بنطلع حاجات مثلا ممكن تكون مش شائعه، وانت عندك في المجال بتاعك زي درجه الحراره الرينج اللي انت بتتكلم عنه هنا، هل ونشوف مع بعض ايه النقطه ايه، او ايه فعلا هي ايجابيه ولا سلبيه. ده فكره. اتكلمنا يا جماعه بعد كده عن البالانس سكور كارد او بطاقات الاداء المتوازن، وخدنا معاها موضوع الخطه الاستراتيجيه اللي هي بتقول لك علاقات الاهداف ببعضها البعض، علاقه كل هدف بالهدف التاني. واتكلمنا عن ان عندنا اربع برسبكتيفز او اربع مناظير بنبدا نبص من خلالهم للمؤسسه او للاداره او للفرد. حتى في الافراد انا ممكن اعمل كي بي اي، الجزء المالي، جزء العملاء، جزء البروسيس او العمليات، الجزء الاخير اللي هو الرابع، وجزء النمو او البيبل او الليرنينج على حسب المسميات اللي بتبقى موجوده عندي. بعض الناس اتكلم عن وجود بعد خامس اللي هو البعد البيئي، في ناس بعض الناس شالت بعده قالت ده بعد مش مهم بالنسبه لي. فانت زي ما قلنا في المحاضره اللي فاتت ان دي مش حاجات منزله، مش حاجات ثابته، الابعاد دي ابعاد الجنرال اللي هم الاربع ابعاد اللي احنا اتكلمنا عليهم، وبيختلف اذا كان ده مكان حكومي او نون بروفيت اورجانيزيشن او مكان كوميرشال او فاينانشال. اتكلمنا عن بطاقات الاداء المتوازن وببساطه وبسهوله او بعد اجتماعي تمام، ببساطه وسهوله الاربع ابعاد دول ببدا احدد منهم الاهداف، وكل هدف بحط فيه كي بي ايز اللي بتقيسه. خلصانه، موضوع بسيط قوي مش اي مشكله. طب كل كي بي اي ببدا اجيب القياس بتاعه واشوفه الفتره السابقه كانت كام، وابدا اعرف انا زدت ولا قليت، وابدا برضه اجيب القياس واقيسه مع المستهدف، وابدا اعرف انا وضعي ايه، هل انا في المنطقه الخضراء ولا المنطقه الصفراء ولا المنطقه الحمراء، على حسب ما انا شفت معايا. النهارده اتكلمنا عن اللوجيك موديل، وهو طريقه مهمه ببدا استخرج منها ازاي استخرج من الهدف الاستراتيجي مجموعه من الكي بي ايز، سواء الكي بي ايز تخص المدخلات او سواء تخص العمليات او تخص المخرجات او تخص العائد منها، بحيث ان انا يمكنني ان انا اقيس كل خطوه من الخطوات وعلاقتها بالخطوه الاخرى. يبقى انت هتقيس كي بي ايز لكل خطوه من الخطوات بحيث تقدر تبدا تشوف المشكله من فين وتحاول تعالجها خلال ايه البروجكت بتاعك. تمام، ده كان ايه، كان ملخص درس النهارده. حد عنده اي سؤال او عنده توضيح او عايز يناقش في اي حاجه انا معاك. اتفضل يا مهندس عمر، اتفضل. حد يرد على مهندس عمر، اديله الميكروفون. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضل يا هندسه. ازيك يا باشمهندس؟ ازيك يا مهندس عمر، عامل ازيك؟ حبيبي حبيبي. الله يبارك لك. نورنا. الله يبارك لك يا باشمهندس. هو في وقت كنت شغال في مكتب، فالمكتب ده تيم متبادل بين الزملاء، يعني عمل زي كل مهندس يقيم المهندس الثاني. تمام. فحاجه زي كده يعني دي انا شايفها ان هي هيبقى فيها خطا كبير، يعني دي هيبقى فيها مجموعات مثلا زي مجموعات مع بعض، هيبقى يعني حد مستظرف حد شايف حد ان هو قريب منه او بعيد عنه، فدي مش هتبقى حاجه، مش هتدي نتائج مظبوطه. تمام. باشمهندس عمر بيقول حاجه جميله جدا. بصوا يا جماعه، في بعض التقييمات احيانا ثقافه المؤسسه ما بتستحملش الاداه. هفسر لكم الكلام يا جماعه. الاداره لابد انك انت تكون معد البيئه اللي موجوده علشان تقدر تستحمل الاداه اللي انا بتكلم عليها. فانا رايي يعني الفكره اللي موجوده في يا جماعه اداه اسمها 360 درجه، الباشمهندس بيقول عليه ده يا باشمهندس يا جماعه، حاجه اسمه تقييم 360 درجه. يعني ايه 360 درجه؟ يعني انا محمد عصمت يقيمني المدير بتاعي، طب ما حلو. لا مش هو بس، يقيمني زمايلي اللي في نفس مستوايا معايا،
يقيمني المرؤوسين، يعني انا مدير ناس يقيموني. فانت بتلف لفه، ده انت كمان يا جماعه بتقيم نفسك. ف طيب السؤال زي ما الباشمهندس قال كده، اما انك عايز تعمل ممارسه جديده، فعايز بدايه هتقعد تبص على الكلام وتطبق بعضه، بمعنى ان ناس قالت على محمد عصمت ان هو وليكن بيزوغ من الشغل، وناس تانية قالت لا ده هو كذا، فهبدا اجمع الاراء عن محمد عصمت من كذا واحد وهشوف. لازم يكون في ايفيدنس، يعني انا ممكن اقول ايه، لازم تقول لي دليل معايا يا جماعه، فلازم تقول لي دليل في الامر ده. فالكلام ده كله، الكلام ده ممكن يكون في اوله في سلبيات زي ما حضرتك بتقول، لكن لو تم تطبيقه زي ما يا جماعه الاداره ممارسه، في اوله هتبقى صعبه جدا، هتبقى رخمه جدا، والناس هتمارسه بتعسف، واللي دمه خفيف انا هقوله عليه كويس، واللي دمه تقيل مش عارف اقول عليه. هي الحكمه في الاداره ازاي هتعالج الامر ده وهتبدا تطوره وتعمل الموضوع. الامر ده مطبق في اماكن معينه واماكن كتيره قوي. ده اللوجيك موديل بتاع الفورمولا. تمام يا جماعه، وضحت الفكره بتاع المهندس ان هو بيقول لك الزمايل بيراجعوا بعض او بيعملوا فده طبعا المهندس بيقول لك هتبقى فيها مشكله، ممكن البيئه تكون غير صالحه، لكن انا شايف، انا رايي الشخصي انك انت مارس لغايه ما الدنيا تتظبط. يعني الفورم ده يا باشمهندس احمد عياد، دي الفورم بتاعت معظومه على الفورم بتاعت الغياب، لسه ما جاتش. استاذ رامي، افضل ممارسات تقييم الموظف اداره الاداء المتميز. تمام يا باشمهندس، الله ينور. الاصعب تقييم متدرب للمدرب، موجود هندسه الناس ده موجود من زمان، تقييم متدرب للمدرب عادي جدا. كل ما كان التقييم مخصوص فترة، الله ينور عليك، فورم التقييم. معرفش في حاجة، لو حد عنده مش عارف بقى فورم التقييم ده موجودة فين، معرفش. الناس بس مستنيه تقريبا فورم الغياب، فاحنا في كلمتين هنقولهم قبل الغياب يعني، فاحنا مأخرين. طيب يا جماعه، تمام يا فندم، فورم التقييم يا جماعه لسه في الاخر خالص. التقييم ايه؟ التقييم هو المفروض مين بيعمل نماذج كي بي اي في الشركه؟ اداره متخصصه زي اداره التقارير او اداره ماسكه موضوع الكي بي ايز والريبورتس كلها على حسب. يعني بالظبط 360 ايفالويشن فورم، كنت عايز الفورم دي، طب ندور عليها. تمام، ادور عليها واحطها على الجروب. ماشي، ولا تقييم 360 ده ماشي، نجيب ندور على نموذج. يعني انا شفتها في شركات موجوده. اتفضل يا فندم، اتفضل. مين هيكمل السؤال؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مهندس عادل توفيق معاك يا محمد بيه. مهندس عادل، ازيك يا فندم؟ اتفضل يا فندم. احنا بنشكرك جدا ودائما متألق ودائما متميز الحمد لله، وربنا يزيدك توفيق يا رب باذن الله. الله يكرمك. انا بس كان في سؤال، اجابه سؤال من حضرتك فاتتني تقريبا، النت فصل عندي شويه. ساعه ما الزميل سال حضرتك قال لك هو اللوجيك موديل ده مكمل ولا بديل للكي بي اي اللي احنا درسناه، او ايه الاضافه او ايه فائدته؟ فانا ما سمعتش الاجابه من حضرتك. هو فايدته يا فندم ان هو يعني هطلع بيه الاهداف. يعني انت عارف ان في البالانس سكور كارد انا بطلع الاهداف واحط تحتها الكي بي ايز، ف ده بعمل بريك داون، يعني ده بيكون اداه وانا بعمل جوه البالانس سكور كارد، بعمل عمليه تكسير. اذا تيسر الامر وانا عرفت اطلع الاهداف بسهوله، خلاص مفيش مشكله. طب انا عايز اخد خطوه بخطوه واقيس الموضوع، خلاص هبدا اخد بقى الاهداف اللي انا طلعتها في البالانس سكور كارد وابدا اشتغل بيها، اطلع بيها مجموعه ستيب باي ستيب الكي بي ايز بتاعه الانبوتس والبروسيس والاوتبوتس والاوت كام، ثم ابدا ارجعها تاني واحطها جوه البالانس سكور كارد. يعني الموديل ده تقريبا زي
اناليسيس ميثود او حاجه يعني زي كده. برافو عليك برافو عليك. بريك داون، عارف التكسير بتكسر انت عشان تاخد الموضوع بالظبط كده. طب حاجه تانية بس، كنا لنا طلب بعد اذن حضرتك، ممكن فايلات الشيت اكسل اللي حضرتك عرضتها في الاول بس حضرتك تسمح لنا تبعتها لنا؟ عايز تعرضها؟ موجوده يعني حضرتك تبعتها لنا مع المحاضره يعني؟ موجوده موجوده المحاضره اللي فاتت دي بتاعت المحاضره اللي فاتت هندسه نزلنا على الجروب بتاعت المحاضره الفجهة. موجوده على الجروب. ماشي شكرا على المحاضره الفجهة. مره ثانيه لا لا فندم انا عمر، وشكرا لفريق العمل وجزاكم الله خيرا. ما شاء الله لك تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا فندم. باشمهندس، هو استكمال للسؤال اللي هو التقييم، فهل في تأهيل معين للكي بي اي اونر والكي بي اي كاستوديان عشان يعني البيانات اللي طالعه منهم تبقى يعني حياديه ومظبوطه وبشكل يحقق اهداف المؤسسه، يعني ما تبقاش فيها يعني ما يبقاش فيها زي عاطفه او حاجه أو... طيب تمام، نراجع مين هو الكي بي اي اونر، مين هو الكي بي اي كاستوديان. كي بي اي كاستوديان هو مجمع البيان، كل واحد او شخص هيكون هيجمع البيانات بتاعتي اسمه كي بي اي كاستوديان. طب الاونر؟ لا، اللي هو اللي انا بقيم اداؤه. يعني النهارده لو انا بقيم اداء قسم الصيانه فمدير الصيانه هو الكي بي اي اونر. تمام تمام كده. طيب الكي بي اي كاستوديان بقى اللي بيجمع لي بقى المشكلات والكلام، هل هو ممكن يكون جوه اداره الصيانه؟ ممكن، بس هل انا بقى ممكن اخلي بقى ان هو الراجل ده يبقى مش تابع ليه علشان يبقى في امانه في الموقف في المؤشر نفسه والعدد المرات والكلام ده كله. تمام تمام تمام. طيب الغرض من الكورس تمام اتفضل يا استاذ عمر، اني اتابع النماذج دي او اعرف غرضه. عايز حضرتك تفضل اتفضل. السلام عليكم، ازيك يا باشمهندس؟ عليك حضرتك الحمد لله. مين معايا؟ انا مهندس عمر فتحي. انا بس كان ليا تعليق على زميل كان ذكر من شويه مثال للمدى الرينج بتاع الكي بي اي او المؤشر. لورينج اللي هو لورينج، وعطى مثال على درجه الحراره، لكن انا ليا وجهه نظر حابب ابينها يعني. اتفضل. هو فكره ان انا احط درجه حراره معينه في رينج كمؤشر او كي بي اي، دي حاجه انا مش حاسس انها كي بي اي. لا، هي هدف، يعني هدفي ان انا اوصل حراره معينه. انما الكي بي اي بتاعها احطه ايه بقى؟ احطه مثلا اقل وقت لتشغيل الكمبريسور للوصول للدرجه دي، وبالتالي احط له قطبيه سلبيه. انما ما ينفعش اقول على الهدف نفسه انه لازم يبقى رينج او ويذن رينج، قصدي الكي بي اي ما ينفعش اقول عليه ويذن رينج ككي بي اي. مش عارف انا فاهم كده صح ولا، لان مثال درجه الحراره ده لخبطني شويه. ما هو بص، هو هذا ما يبدو لي، بس انا مش متاكد، فعشان كده بقول له لو جبت لي مثال واضح يعني هذا ما يبدو لي كلامك، يعني ما يبدو لي بالظبط كده ان ده ما ينفعش يكون كي بي اي، لكن مش عارف ليه، عايز اتاكد يعني. فلو جاب لي مثال تاني وثالث ورابع ممكن نشوف، ممكن انا ما اعرفش، انا متوقف بس في الموضوع. انما انا فكرتي المبدئيه ان الكي بي اي ما بيكونش رينج بدرجات الحراره، ودي المعلومه اللي انا اعرفها يعني. انما لعل وعسى نشوف، يمكن نشوف يعني. طيب في مثال تاني حضرتك ذكرته من شويه اللي هو تايم فور انستوليشن لاي بروجكت مثلا، فاحنا ضربنا على مثال اللي هو الفاست تراك بروجكت بتاعت مصر. تمام. وقلنا ان هي اتعملت في 6 شهور. تمام بال حضرتك، لكن الست شهور دول اتبنوا على هدف ايه؟ وقتها انا هحدد القطبيه بقى موجبه ولا سالبه. الهدف هنا كان ان انا اسرع وقت وخلاص، مش شرط يكونوا كفء. ما لا، ما هو ما هي دي بقى، هي دي القضيه في البالانس سكور كارد، انك عشان تحكم. ما هو انت حضرتك كمان ذكرت حاجه جميله جدا، ان احنا ما عندناش ثوابت، احنا بنبني على الهدف وبناء عليه طبعا بنحدد قطبيه الكي بي اي. بالظبط كده. بص يا باشمهندس، بص ساعتها يا باشمهندس كان في نقص رهيب في الطاقه الكهربائيه في الشبكه الكهربائيه الموحده في مصر.
إذا هدفي الأول، هدفي الأول، حتى أنا كنت بشوف في العقود حاجات غريبة، يعني حاجات إيه، إن أنا كأونر ما ينفعش أراجع غير في التيست، يعني ما هو بيركب ما راجعش معاه، يعني عارف أنت بس إيه. مهندس لو كان لو كان المحول كان مثلا ليه 20 تيست كان ممكن يتعمل له الخمس تيستات المهمين عشان بس أنا عايز أطلع باور. فالفكرة مش يعني في الكفاءة دلوقتي، الفكرة في الوقت كده. فالوقت هو كان الهدف، وكل ما قل الوقت كده. يبقى قبيس البيئة الكي بي اي اللي هو قلة الوقت مع إيجاد المينيموم في التكنيكال، يعني برضو عشان الأمور تبقى واضحة. طبعا مينيموم، لا المينيموم ما انا هو ايه اللي هيحافظ لي على الباور وجودي يعني. بالظبط كده المينيموم. اذا زي ما احنا قلنا كده، الاهداف الاستراتيجية هي اللي بترمي كل حاجة، هي اللي بتطبق كل حاجة الفكرة. بالظبط كده. تمام. شكرا يا باشمهندس. مع اكثر عفوا. السلام عليكم. اتفضل محمد جد الله معاك يا باشمهندس. معلش كتير النهارده. انا بصراحه لا يا باشا حبيبي، الاسبوعين اللي فاتوا البالانس كارد سكور قعدت يعني بصراحه قريت كتير، يعني دورت كتير. والنهارده كمان جت اللوجيك موديل دي. انا دلوقتي تخيلي ان انا عشان اعمل كي بي اي لازم، لو انا شركه كبيره يعني زي الكهرباء المصريه مثلا او الكهرباء السعوديه، لازم يكون عندي اداره كبيره قوي عشان تعمل الكي بي اي. ده موضوع كبير قوي، يعني انا كده عايز اعمل كل قسم وكل بروسيس وكل انبوت. هل ده صح ان انا اعمل اداره كامله للكي بي اي عشان تحط لي كي بي اي لكل الناس اللي شغاله في الشركه يعني؟ بص تمام. ولا مين يعملها؟ ولا عايز يعني اقول مين يعمل الكي بي اي؟ بص، احنا بنعمل حاجه اسمها مشروع انشاء كي بي اي. المشروع ده ممكن نشكل فيه مجموعه من اداره التقارير ومعاهم ناس تكنيكال من كل قسم مثلا، ونبدا ناخد الموضوع من الاول للاخر. موضوع مهم لدرجه غير طبيعيه، ودي بيتعمل ورش عمل، والورش العمل اللي موجوده لو عارف عايز تشوف الخطوات بتاعتها، يعني يمكن مش هنقدر نعملها قوي في ناخدها في الكورس، لكن موجوده في الماتيريال بتاعت المعهد. يعني بتاخد خطوه بخطوه، تمسك خطوه بخطوه، والخطوه دي بنعمل سيشن. السيشن دي مثلا 120 دقيقه. نبدا ناخد البروسيس مثلا بتاع القسم الجوده والكواليتي. طب هم بيعملوا بتاع قسم الجوده، نبدا نشوف الوظائف بتاعتهم، الوظائف بتاعتهم المفروض يادوا ايه، الهدف من هذه الوظيفه، وابدا ان انا اخد البروسيس واخد الانبوتس بتاعها والاوت. موضوع كبير يعني. موضوع يعني كبير. انا بصراحه كل يعني ما كبر في المؤسسه، موضوع كبير، موضوع ضخم جدا، ولازم ومهم. وكل ما هذه بيسموها الجفرنس او الحوكمه، كل ما انا عرفت كل صغيره وكبيره عندي في مؤسستي وبقيت ان انا اقيسها وبقيت ان انا اخد ريكورد ليها وعالجها لما تظهر مشاكلها، كل ما كانت الدنيا افضل طبعا. ده وكل شويه بعمل عليه ابديت، يعني كل شويه بحسن في الموضوع دوت وادرسه اكتر، وكل ما يستجد حاجه بعملها. فانا شايف يعني بعد شويه، بعد ما قريت شويه بصراحه وقعدت اعمل بطاقه الاداء المتوازن، لقيت انه لازم يكون في ناس متخصصه في الموضوع في الشركه بصراحه. اكيد اكيد اكيد. شكرا شمس. العفو، انا بصراحه مجهودك وروحك الطيبه بصراحه، وطبعا بي اي ام متشكرين جدا ليهم على مجهودهم يعني. الله يكرمك فندم، الله يبارك فيك. طبعا الباشمهندس بيتكلم الافضل يكون في مكتب اداره الاستراتيجيه وجميع الاقسام. الله ينور عليك. تمام. اني اتابع النماذج او اعرف اقراها واتعرض عليها او اعرف املاها. والغرض من الكورس ان حضرتك تفهم اصلا النماذج دي معناها ده كم واحد. لو انت شاركت في المؤشرات اللي موجوده هتبدا تحاول تملاها زي ما انت حضرتك بتقول. تمام تمام كده. مش تملاها يعني تملها، يعني تفهمها، تفهم الانبوتس بتاعتها، تفهم البروسيس او الموجوده، تفهم الاوتبوتس الاوتكم. يعني الغرض انك تفهم المفاهيم نفسها بتاعت الكي بي اي، علشان انت لو شاركت في يوم من الايام في مشروعك في شركتك تقدر تحدد يعني ايه كي بي اي، تعمل ورش العمل بتاعتها علشان تبدا تحسبها. فهمت يعني ايه ان في اربع ابعاد، فهمت يعني ايه ان في بعد مالي، في هدف والهدف له كي بي اي. فهمك للامور دي اكيد هو ده الغرض الكبير من الكورس، مش النماذج فقط. يعني النماذج دي تزويج بس اللي فهمك الكورس اصلا. I was submitting KPIs on SAP when I worked with Halliburton. تمام. It was about working hours, number of hours. ممتاز. تمام. How much runs and تمام. طبعا يا جماعه من
النهارده نظام الساب او الساب البروجرام بتاع الساب بيبقى عليه كل الكي بي ايز و ادخاله بقى ادخاله الباشمهندس كان يعني كان من الناس اللي تضع اللي هي الكي بي ايز داخل نظام الساب وعليه كل حسابات شركه روبرتسون شركه من شركات البترول المحترمه. تمام يا فندم. حد عايز يتكلم؟ ممكن كرسول على اليوتيوب عن القبية. طبعا انا اتلخبطت بعد اللي حصل المحاضرة دي. طيب تمام نحاول ان شاء الله. ان شاء الله. طيب اشكركم وسعيد جدا بمناقشتكم. حد عنده جماعة اي عايز يناقش في اي نقاش؟ ربنا يكرمكم يا رب ويرضى عنكم. ان شاء الله المحاضرة الجاية نستكمل بقى ايه ازاي ندخل على الجزئيه بتاعه الاقسام ونعمل الكاسكيدنج والاوبجكتيف ينزل تحت ازاي للقسم ونشتغل ان شاء الله. العفو يا جماعه كلكم بشكركم جدا جدا. ربنا يبارك فيكم يا رب وربنا يبارك فيكم يا رب. وانا بشكركم لان تفاعلكم معايا ده هو ده الهدف. الهدف مش شويه كلمات نقولها، هدف احنا نتناقش ونطلع فكر، والفكر ده مش محاضره بس، جزء من الفكر هيبقى جوه الجروب في الاسئله اللي احنا بنقولها والمناقشات اللي احنا بنعملها. العفو يا جماعه وربنا يجازيكم خير جميعا ان شاء الله. عفوا ربنا يكرمكم.